مساء الخير مشاهدينا الكرام، انا دينا زهره، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات هنا العاصمه. النهارده هيكون معانا فقرتين للحوار، واحنا داخلين على المدارس بالتاكيد موسم مهم بالنسبه لاولياء الامور فيما يتعلق باستعدادات المدرسه. بيحملوا الهم، المصاريف بتكتر، هنشتري ايه؟ هنشتري بكام؟ هنشتري قد ايه؟ زي المدرسي، الادوات المدرسيه من الكراسات والاقلام والجلاد والالوان وكل الليستة الطويلة القاسية على أولياء الأمور. النهاردة هنتكلم على هذه الاستعدادات، هل في زيادة في أسعار لبس المدارس وأدوات المدرسة؟ طب الزيادة دي نسبتها قد إيه؟ طب الزيادة دي سببها قد إيه؟ إيه النصايح اللي ممكن يقدمها المتخصصين لأولياء الأمور علشان يشتروا أفضل المنتجات بأفضل الأسعار؟ لأنه طبعا مع حلول شهر سبتمبر بيبدأ كل أسرة أنها تراجع نفسها وتراجع ميزانيتها، هتشتري بكام ومنين وقد إيه لكل أولادها. دي هتكون فقرتنا الرئيسية الأولى في النقاش عن استعدادات الدخول للمدارس. الفقرة الثانية الحقيقة هتكون عن معارض ديارنا والأسر المنتجة. هنتكلم على المعارض دي، أهميتها بالنسبة للأسر المنتجة، إيه شروط التقدم، إيه شروط مساعدة الأسر المنتجة، قد إيه بتستفيد الأسر المنتجة من هذه المعارض، القروض اللي ممكن تقدمها وزارة التضامن للتضامن الاجتماعي، وإذا تعثر مثلا أي شخص أو أي أسرة بتقوم بهذه المنتجات إيه ممكن يكون الحل. هنعرف أكتر عن هذه المعارض، خاصة أنها حقيقة بتكون معارض حلوة جدا، بتقدم فعلا منتجات حلوة، منتجات يدوية، بيكون فيها حرف، بيكون فيها أكسسوار، بيكون فيها جلود، بيكون فيها سجاد، فعلا حاجات حلوة جدا عن تجربة شخصية. فهنتكلم شوية كتير عن هذه المعارض، دي هتكون فقرتنا الثانية والأخيرة في حلقة النهاردة. إنما كما هي العادة، البداية هتكون باستعراض مجموعة من الأخبار، وخلونا نبدأ بخبر رياضي شغل الشارع المصري، الشارع الرياضي خصوصا والشارع المصري لحد كبير وقطاعات عريضة من المصريين، وهو الموضوع المتعلق بأزمة اللاعب الدولي محمد صلاح مع اتحاد الكورة. الأزمة كانت بدأت بتغريدة لمحمد صلاح بيقول فيها، كانت تغريدة في الأول مبهمة غامضة، أنه عاتب على اتحاد الكورة أنه ما بيردش على رسائله لحد دلوقتي. وطبعا مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بتسأل هو إيه الموضوع، إيه الرسائل اللي بيبعتها صلاح ومحاميه وما بيردش عليها اتحاد الكورة. يعني ده كان البداية، ثم بعد كده جه رد اتحاد الكورة الحقيقة ووضح مجموعة مطالب بيطلبها محمد صلاح. رد اتحاد الكورة كان فيه هجوم على صلاح أو نقد ليه إنها طلبات مبالغ فيها، إنه طريقة المحامي في عرض هذه الطلبات كانت طريقة غير لائقة بهذا الوصف، وكانت الطلبات إنه محمد صلاح بيتكلم على حراسة خاصة، إنه محمد صلاح بيتكلم على مرافقة، يعني يكون في مرافق ليه بعد ما ينزل من المطار، بعد ما ينزل من الطيارة لحد ما يوصل للأوتيل، وعدد تاني من الطلبات. رد صلاح بعد كده على لايف على فيسبوك ويوضح اكتر المطالب دي، بيقول هو ليه بيطلبها، انه مش ليه لوحده لكن لكل الفريق. الحقيقه انه كمان وزير الرياضه يعني دخل في الموضوع وبيحاول يعني يتوسط لانهاء هذه الازمه، وبيقول انه في تواصل مستمر مع اتحاد الكره لحل الازمه، وبيقول انه كل المحترفين من اللعيبه المصريين هم اولادنا، هدفنا الحفاظ عليهم، وانه طلب من الجباليه بعض الامور بشان هذه الازمه. كمان المدير الفني المنتخب المصري خافيير أجاري رفض استبعاد محمد صلاح من معسكر مباراة النايجر، كان واضح انه كان في بعض دعوات من اتحاد الكرة لهذا الامر لكنه اترفض. في اعلان من شريف خالد رئيس مجموعة شركات فالكون جروب، وبيبدي استعداد الشركة انها تقدم حراسات خاصة، طقم حراسات خاصة للمنتخب المصري ولنجوم المنتخب المصري ومن بينهم محمد صلاح، لكن بيقول انه يعني محتاج يعرف ايه طبيعة مهمة طقم الحراسة، لكنه بيبدي استعداد الشركة انها تتواصل في هذا الموضوع. في تقارير صحفية الحقيقة بتقول انه اتحاد الكورة بالفعل قد يكون وافق على استقدام طقم حراسة خاص لمحمد صلاح استجابة لمطالبه والتسهيل العملية. الحقيقة انه في رد صلاح على هذه المطالب بيقول انه هو شخصيا كان اتعرض لبعض المضايقات، وبيضرب مثل انه تم منعه مثلا من انه ينزل
ينزل يفطر ويتسحر في رمضان اللي فات في واحد من المعسكرات، لانه كان في ناس كتير في الاوتيل، فطلب منه انه ما ينزلش علشان في ناس كتير وخايفين عليه او شيء من هذا القبيل، فما نزلش لا يفطر ولا يتسحر. فهو بيقول انه وجود طقم حراسه يضمن له انه يتعامل وسط عدد كبير من الجماهير بشكل فيه امان، وهو بيقول انه ده ممكن ما يكونش ليه لوحده لكن كمان من غيره من اللاعبين. خلونا نشوف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع وتعليق من الناقد الرياضي استاذ عصام شلتوت مدير تحرير اليوم السابع. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك وكل مشاهدي سي بي سي. اهلا بحضرتك يا فندم. خليني اعرف من حضرتك اذا كان لديك تفاصيل اكتر عن هذه الازمه، هل فعلا اتحاد الكوره بدا يوافق على بعض طلبات صلاح؟ واقفين فين احنا في هذه الازمه يا فندم؟ احنا واقفين انه كل طلبات صلاح المنطقية المحترفة التي قد يكون فيها شيء من تحديث وجه كرة القدم، يعني لابد من الموافقة عليها، دي مش محتاجة كلام. القصة بدأت وانتهت عند لغة الخطاب من المحامي او الوكيل بتاعه زي ما بيقولوا. انما اعتقد ان طلبات صلاح بالقلب والعين عند 100 مليون مصري بدلا من القيادة السياسية، لأنه ده اتقال في لقاء رئاسي أنه ده النموذج للشاب المصري الطموح ومن يعني لا يحب محمد صلاح. احنا دلوقتي الموجودات في اتحاد الكرة أن ما لديهم هو مخاطبات سيتم التعامل مع كل الطلبات الاحترافية بمقاييس احترافية يساوي انه ده يحصل وفورا. هل يمكن الصمت تجاه حقوق غائبة ان كان هناك حقوق غائبة؟ وحسنا. طب هو ده رأي حضرتك ولا ده معلومة بتقول لنا ان اتحاد الكورة هيستجيب للمطالب اللي هو شايفها احترافية من صلاح؟ انا مش بقول يستجيب بمعنى ان هناك من يضغط ومن يعني ينفذ او يتراجع بينما كان لم ينفذ. هو هناك اتصال غير مكتمل، كان أولى من البداية أن يعي اتحاد الكرة أن كل ما يتحدث به صلاح كان يحتاج عقد جلسة معه، فكان يمكن أن يذهب أحد مثلا القريبين من عمر صلاح اللي هم الجيل حازم تيم يقدروا يروحوا له يشوفوا ايه الحكايه. طيب حضرتك بتقول انه الطلبات الاحترافيه امر يعني حتى باين من اسمها طلب احترافي، وبالتالي المنطق يقول انه يتم يعني الاستجابه ليها او ابداء المرونه معاها. من وجهه نظر حضرتك ايه الطلبات ايه في الطلبات دي احترافي و طلبات معقول على ما حدث في كأس العالم، بمعنى انه حالة الحب والشعبوية اللي هي طبعا اداريا صفر، انه يبقى الناس عايزة تنزل من وضع كنجوم كورة يعني يلاقوا في زحمة، بينما كل معسكرات الفرق وده حقيقي ما بيبقاش فيها ناس عشان ما يبقاش في حرك وانا وحضرتك وكلنا نقول للنجم عايز اتصور. صلاح قال بلسانه انه منع مثلا من الذهاب للمطعم لانه في زحمة في الاوتيل او في الريستورانت. ايوه ما انا كنت لسه بقول النقطة دي. بالتالي ساهمنا مع يعني مع الناس المحترمين والمؤسسات في مصر، فاعلنت شركه الحراسه المصريه فالكون انها انهت مع اتحاد الكره الاتفاق على حراسه لكل الفريق وحراسه ايضا حول صلاح. على فكره من حق انهت الاتفاق؟ لا يعني في اتفاق وتم يعني خلاص الاتفاق بالفعل بشكل نهائي؟ واحنا يعني كجهه اعلاميه زميله في الميديا مع حضراتكم حطينا الخبر عندنا انه تم الاتفاق على حمايه زي كل المنتخبات. هنا بقى شفتي بقى التجديد في كده، زي كل المنتخبات. ده للكل ولا لصلاح بس؟ لا لكل المنتخب، لكن صلاح والنجوم الفي اي بي في كره القدم كلهم لديهم حارس خاص، ما فيهاش اي حاجه شفناها في كاس العالم واحنا هناك كمتابعين، واخد بال حضرتك؟ هي بس اساءه ما يمكن عرضه عبر لغة الحوار بين الوكيل وبين المؤسسات وبين الكرة الاتحاد. طيب يعني وضحت الفكرة. عايز اقول لحضرتك حاجة تاني في عجالة، صلاح لما يقول لابد نخرج من المطار سريعا ده بيحصل مع كل المنتخبات العالمية والنجوم الاندية علشان يروحوا يريحوا، ومن ثم لو في تصوير حتى للجماهير بيبقى محدد الميعاد يا استاذة. ده المطالب التي يمكن الموافقة عليها. طيب. سريعا بشكرك شكرا جزيلا النقد الرياضي استاذ عصام شلتوت. كمان معنا النقد الرياضي استاذ ايهاب الخطيب. مساء الخير يا فندم. زينا مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام. خلينا ابدا مع حضرتك بالمعلومات المتوفره حتى اللحظه، هل فعلا تم الاتفاق انه هيكون في طاقم حراسه للمنتخب ولمحمد صلاح مع اتحاد الكوره؟
هو في عرض من شركه فالكون، في حال موافقه اتحاد الكره سيتم تطبيق العرض. يعني شركه فالكون ما عندهاش ابدا اي مانع، وهي عرضت كده وعرضت كده مجانا بدون الحصول على مقابل، وقالت في حاله اتحاد الكره هنكون احنا منفذين لده. اللي بال حضرتك الحديث عن يعني حادث شخصي او الحاجات دي عاديه جدا، ولكن هي دي مش مربط الفرس. يعني طيب قبل ما انا هروح تاني لمربط الفرس من وجهه نظرك، بس خليني اعرف برضو نقطه الحراسه وصلنا فيها لايه. هيكون في عرض من فالكون، اتحاد الكوره لسه ما ردش. اتحاد الكوره اكيد هيوافق، يعني لما يبقى في شركه حراسه بحجم فالكون. بس لسه ما ردش لسه اللي هي بتدير. لا لسه اللي هي بتدير يعني حاجات كتير جدا للكره المصريه ولاتحاد الكوره، واللي هي كانت مشرفه على وصول ميسي لما كان موجود في مصر وكريستيانو. فبالتالي هي اتعاملت في الحاجات دي وتقدر تتعامل فيها، وعندها خط في هذه الدوله، لان الشغل في كره القدم ورياضه مختلف عن باقي الحراسات. طيب والعرض المقدم من فالكون لمحمد صلاح فقط ولا لنجوم المنتخب يا فندم، ولا لبعض النجوم؟ لا 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 لا، المنتخب بالكامل. وعايز اقول لحضرتك حاجه، ما ينفعش نطبق حاجه للعيب ولعيب لا داخل المنتخب. كل اللعيبه الثباتيه في المنتخب، وبالتالي العرض للمنتخب كله. ومش هيحصل ان لاعب يتحط له حراسه ولاعب ثاني لا. طيب طلبات صلاح الثانيه عند حضرتك معلومات وضعها ايه؟ يعني في نقاش عندها، في نقاش بشان هذا الملف، اترفضت اتوافق عليها؟ طيب انا هقول لك على المعلومه بس الجديده، ما اعرفش حضرتك قلتيها ولا لا، اللي هي قصه ان اتحاد الكره اشتكى وكيل محمد وكيل محمد صلاح للفيفا، والشكوى دي بناء على التدخلات اللي شافوها زياده في الخطاب، وهو اللي طالبهم بالاستقاله في حاله عدم توفير الطلبات. في حاجات اكيد بتاعه صلاح لما يتكلم في الشؤون الاحترافيه والشؤون التركيز والكلام ده، دي حاجات طبيعيه، وفي مشاكل كتيره جدا اداريه في النقطه دي صلاح عنده حق فيها، خاصة الأمور اللي بتخليه ما بقاش مرتاح في مقر إقامته. دي موضوع خطير جدا جدا جدا، مش صلاح بس، المنتخب كله. لأن ما ينفعش يبقى في معسكر ويبقى في كلام يعني وسهرات وناس تطلع تتخبط على القهوة لغاية الساعة 4. كنت مرافق مع المنتخب في كأس العالم، وكأس العالم بيعين بقى، يعني الفيفا بيعين والدولة المنظمة بتعين لكل منتخب. بيبقى فيه السكيورتي بتاعه موجودين في على الغرف، موجودين في الادوار، نظام معين لصعود الادوار فقط للعيبه اللي معاها ايدهات بشكل معين. طيب. والحقيقه احنا كنا بره مصر اهو، ومعظم الجمهور اللي موجود مش مصري. لكن كان الحديث والالتفاف وطلب التقاط الصوره اعتقد كان من محمد صلاح بس من المنتخب المصري. طيب انا عندي نقطتين عايز اسيرهم سريعا مع حضرتك. طيب. استاذ ايهاب، النقطه المتعلقه بطريقه التواصل بين محامي صلاح او وكيل صلاح وبين اتحاد الكوره. يعني اتحاد الكوره شايف ان في اللهجه تصعيد، انه في كانت لهجه غير لائقه وطريقه الطلب ما كانتش غير لائقه. ايه سبب اللهجه دي بين الطرفين؟ هل المشكله اللي كانت حصلت قبل كاس العالم والطياره والشركه الراعيه والكلام ده يعني هو السبب في يعني نفوس شايله باللغه العاميه، ولا في اسباب اخرى يعني لاستخدام اللهجه التصعيديه دي؟ هو ده مربط الفرس. المربط الفرس ان اتحاد الكره يرى ان 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 محامي اللاعب او وكيله طرف ثالث، وفي نفس الوقت اللاعب بنفسه والفيديوهات اللي مصوره بيقول انا والمحامي وكيلي طرف واحد، ما حدش يقول ده وما حدش يقول انا. انا وهو واحد، وهو بيمثلني وانا وهو لازم يتعامل نفس معاملتي. ده الكلام اللي قاله صلاح. مش انا الاتحاد الكره حابب يتعامل مع الوكيل، لكن في امور معينه وحابب ان الوكيل يفرض عليه، وحابب بعد الحديث في كلام معين يكون مع صلاح. فهي ممكن القصه دي مش هتنتهي بهذا الشكل، لان اذا يعني في هذا التوقيت يرى اتحاد الكوره ان صلاح مش عايز يتعامل مباشره مع اعضاء المجلس، وبالتالي لازم يتعامل مع وكيله، وكيله بقى هنا بيتكلم بطريقه حاده شويه. هذه الطريقه الحاده هي اللي عملت الازمه، وما نتج عنه ان اتحاد الكوره اشتكاه. وانا اعتقد ان الخطاب ده هيكون في ادانه لوكيل محمد صلاح، لكن في معظم الطلبات اللي اتكلم عليها صلاح
طلبات مشروعه جدا وطلبات مهمه جدا. المشكله ان احنا عندنا ماتش يوم 8، بس على ان تعمم، على ان تعمم كمان استاذ ايهاب، يعني فعلا نقطه انه يعني يتم تمييز لاعب غير الاخر حتى لو كان في حجم محمد صلاح ونجوميته وشعبيته، لكن انه يعمم على الجميع. واحنا هنا شفنا دلوقتي ردود رامي عباس بيقول لك يعني الناس كانت بتخبط على صلاح الساعه 2 الصبح و4 الصبح، ده مش مقبول بالنسبه لصلاح ولا لغيره ولا لباقي المنتخب اساسا. وفين مدير المنتخب ساعتها وفين اداري المنتخب ساعتها؟ وازاي بقى المعسكرات في مصر بهذه التسيب؟ ده جمله خطيره جدا ما تنفعش تتقال اصلا. بالظبط. صلاح يكرر، لكن صلاح ما كانش لازم يسكت على هذه النقطه بالذات، ولكن وصلاح ايضا اختار التوقيت الغلط انه يتكلم فيه قبل مباراه. ما فيش، احنا المباراه اللي جايه امام النيجر 8 سبتمبر وعندنا المنتخب كله اكيد. حضرتك في فعلا دعوات بعدم اشراك صلاح في المباراه دي يا فندم؟ لا لا، مين اللي بيقول كده؟ دي حاجات على على فكره الموضوع واخد البعد. محمد صلاح النهارده لازم نعترف انه لاعب عالمي، يعني انه لاعب النهارده لما بنتكلم زيه زي ميسي زي كريستيانو، وبالتالي ان الازمه بتاعته دي كل وسائل الاعلام العالميه بتتكلم فيها. طيب لكن محدش دعا او اقترح من اتحاد الكوره انه صلاح ما يشاركش؟ لا لا، مفيش الكلام ده، ولا حد يقدر حضرتك يقول الكلام ده. مفيش طيب، ولا انه اجيري رفض الفكره، يعني الموضوع ده مش موجود. لا لا، مفيش لا الفكره لا. اجيري نفسه قال صلاح يلعب وده الموضوع ده مش هيأثر عليه وبتاع، لكن مفيش كلام. اتحاد الكره مناقشتهم فقط هل هيكون مركز لما يلعب ولا لا. ايوه، تأثير ده عليه وهو بيلعب. طيب النقطه الاخيره اذا سمحت لي استاذ ايهاب، تأثير ده، تأثير الازمه دي على الطرفين، ممكن تأثر على صلاح في تركيزه في المباريات، في شعبيته لدى الجمهور، ممكن يعني تهز الصورة عند جمهوره، ومين الرابح والخاسر من الأزمة دي؟ كلنا خسرانين في الأزمة دي، كلنا بداية من محمد صلاح، لأنه أقحم نفسه في حتة أنا لم أكن أتمنى أنه يقحم نفسه فيها، وهي حتة الفيديوهات والحديث بنفسه عن المشاكل ودخوله طرف صريح في الحديث، فيديوهات وانتظروني بعد قليل وتسجيل فيديو واثنين وثلاثه، ويبقى امام الاعلام. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الاعلام الانجليزي هيسيبه في هذه اللحظه؟ الناس هتبقى وراه وهتقعد تتكلم معاه، طب قول لنا ايه اللي حصل في الازمه، طب نتكلم، هيبقى عليه ضغوط كبيره جدا. ده صلاح اقحم نفسه في الحته دي، وانا لما اكون اتمنى انه يبقى يكون، فبالتالي كلنا خسرين. صلاح 48 ساعه ويتم اعلان افضل لاعب في اوروبا، هو واحد من الثلاثه المرشحين مع مودريتش وكريستيانو رونالدو. صحيح. صلاح عنده مباراه مع المنتخب قريبه، صلاح مركز مع ليفربول لان هو الهداف الموسم الماضي للدوري الانجليزي وافضل لاعب في الدوري الانجليزي، وعنده تحدي كبير جدا مع ثلاث مباريات مسجل هدفين، وساديو ماني اللي معاه سجل ثلاث اهداف في صراع الشرس كبير جدا. هو كان يجب ان ينأى بنفسه في هذا التوقيت عن الضغوط دي، هو مش ناقص ضغوط خالص، ما كانش وقت، هو بيحطم ارقام كبيره. الناحيه الثانيه المنتخب المصري هيدفع الثمن ده، مش صلاح بس، اللعيبه كلها هتبقى مشتته، والحديث فيها هل اللعيبه تطلع تاكد كلام صلاح ولا اللعيبه تنفي كلام صلاح، لان معظم اللعيبه موجودين في الدوري المصري، فبالتالي علاقتهم يجب ان تكون مميزه مع اتحاد الكره. اتحاد الكره نفسه ماذا يحدث بعد هذه الازمه عندما اتعامل مع صلاح، عندما ياتي صلاح للمعسكرات؟ صح. هل هيبقى طيب التعامل هيبقى ازاي؟ كلنا خسرانين، ولكن ال الحل الان اننا نقفل كل الكلام ده ونركز ونهدى شويه ونركز، وكفايه كفايه كفايه حديث على الملأ من الطرفين. شكرا جزيلا استاذ ايهاب الخطيب الناقد الرياضي. والحقيقه انه هذه الازمه فيها يعني بعض ملامح كده كان من بدري المفروض انها تتاخد في الحسبان. يعني ايه فعلا نخبط على لعيبه الساعه 2 الصبح و4 الصبح؟ كنا سمعنا وقت روسيا في كاس العالم انه كان في وفد من اعلاميين او فنانين او اسماء يعني رموز عامه انها كانت يعني راحت تشجع المنتخب، راحت المعسكر او راحت مكان ما المنتخب موجود.
موجود. ده الحقيقه مش المفروض انه يحصل، لا لصلاح ولا لاي لاعب تاني. مهمه اللاعب انه يركز علشان يكسب في الماتش اللي هو نازله، اي حاجه تانيه المفروض انها تتمنع، مش لصلاح بس، مش لصلاح بس، لكل المنتخب. ارجو بس انه يتم التعامل مع هذه الازمه علشان منتخب مش هو اللي يخسر زي ما بيقول استاذ ايهاب. دي تاني جوله من الازمات بين صلاح وبين اتحاد الكوره، نرجو ان يكون في اليه حل الازمات دي علشان لا تتفاقم، لانها واضح كده انها رايحه في اتجاه مش لطيف ابدا، اتجاه من التصعيد بين الطرفين، خسران في الخساره الاكبر اتصور انه المنتخب المصري. ننتقل لعلاقات مصر الخارجيه والدبلوماسيه. النهارده الحقيقه كان في تحركات مهمه تحركات مهمه بالنسبه لمصر في افريقيا. النهارده سامح شكري وزير الخارجيه واللواء عباس كامل رئيس المخابرات التقوا بأبي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي النهارده في اديس ابابا، ونقلوا لي رساله شفويه من الرئيس السيسي. كمان على جانب اخر كان في زياره من وفد سوداني بيضم 6 وزراء سودانيين هم اعضاء اللجنه الوزاريه السودانيه المفروض معنيه باعداد اللجنه العليا المشتركه بين القاهره والخرطوم، كان ليهم زياره لمصر النهارده. بالنسبه اثيوبيا الحقيقه زيارة في منتهى الأهمية، كانت بتتناول تطورات سد النهضة، لكن كمان كان ليها شق تجاري واستثماري وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين أو حتى الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، زي تفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية بين الدول الثلاثة، زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في إثيوبيا وما إلى ذلك. خلونا نتوقف لتفاصيل أكتر حول هذه التحركات الافريقيه. معنا على التليفون دكتور محمود ابو العنين استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره وعميد معهد الدراسات الافريقيه سابقا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا. التحركات المصريه مبدئيا في اثيوبيا ولقاء وزير الخارجيه ورئيس المخابرات بابي احمد حول تطورات سد النهضه، في رايك ايه اللي كان بيحمله المسؤولين المصريين وهم رايحين في هذه الزياره حول سد النهضه؟ أنا يعني أولا يعني الزيارات المتبادلة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا والوتيرة المستمرة لهذه الزيارات في الآونة الأخيرة وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحقيقة تدل على معنى واحد رئيسي وهو إعادة بناء العلاقات التعاونية والتكاملية بين الدول الثلاث اللي هم بيربطهم النيل الأزرق وهم من دول حوض النيل، ومعالجة المشكلات والتحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة والتي بدأت يمكن من عقدين أو أكثر. إذا نظرنا للزيارة الأولى اللي هي سيادتك أشرت إليها أستاذة دينا، الوفد الرسمي اللي زار إثيوبيا منذ الأمس الاثنين والنهاردة، زي ما حضرتك قلتي وزير الخارجيه سامح شكري والسيد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامه ولقائهم مع رئيس الوزراء الاثيوبي وتسليمهم رساله من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد، انا بلاحظ عليها من وجهه نظري ثلاث حاجات. اولا انها تاتي بعد حدثين مهمين. الأول زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبي أحمد للقاهرة، وأنا بفكر بها بس، ولقائه مع الرئيس السيسي وتعهده في القاهرة هنا بأن إثيوبيا لن تضر مصر وستحافظ على حصة مصر من المياه. الحدث الثاني بقى اللي أنا أعتقد أنه عجل بهذه الزيارة هو تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول تأخر بناء سد النهضة اللي اتكلم عليها يوم السبت اللي فات، وان السد كان مقرر له 5 سنين يعني ينتهي 2016 2017 بكتير، لكن على حسب رئيس الوزراء الاثيوبي وتصريحه انه في امور فنيه وامور ماليه تتعلق بالاداره الفاشله للشركه الاثيوبيه اللي كانت مشتركه في بناء السد. طيب اذا كان الامر كذلك دكتور ابو العينين، ايه ممكن الامر الثاني؟ اتفضل. الامر الثاني ان الزيارة بتأتي في تقديري للتعبير عن وقوف مصر مع القيادة الجديدة في اثيوبيا ومساندة مصر
للحكومة الجديدة الإثيوبية، وخصوصا على ضوء الاتجاه الإصلاحي لرئيس الوزراء الجديد وحكومته، وخاصة انه عبر عن ان طيب بس دكتور ده مش جديد، ده مش جديد يا دكتور، يعني تعبير اسمح لي لو سمحت، ده مش جديد، يعني تعبير مصر لدعم القيادة الجديدة في اثيوبيا ده مش جديد، كان في لقاء سابق وكان في تصريحات سابقة من الرئيس السيسي شخصيا في هذا الاتجاه، لكن دلوقتي لما يروح وزير الخارجية ورئيس المخابرات لاثيوبيا ولقاء رئيس الوزراء الاثيوبي يحملان رسالة شفهية من الرئيس السيسي فيما يتعلق بسد النهضة، ايه فحوى هذه الرسالة؟ خاصة احنا بنتكلم على تطورات لها علاقة بالسد، زي ما حضرتك قلت تصريح بانه في تأخير في بنائه، وكان هناك من فترة مقتل مدير المشروع. ده صحيح. اللي تسرب، طبعا احنا ما نعرفش المضمون، انا ما اعرفش، احنا بنحلل يعني، اللي تسرب عن اللقاء هو انه تم التأكيد من الجانب المصري مع الجانب الاثيوبي على تفعيل اعلان المبادئ اللي هو بدا مع 2015. أيوة. ونتائج الاجتماع التساعي الاخير اللي انعقد، التساعي يعني بمعنى ثلاثه من مصر وثلاثه من اثيوبيا وثلاثه من السودان. الاجتماع ده تم في اديس ابابا في مايو 2018. وده بيؤكد على المصالح التنمويه لاثيوبيا والحفاظ على امن مصر المائي. الحاجه الثانيه اللي جاءت في البيان حوالين هذا الموضوع هو حرص الجانبين على تفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في إثيوبيا بشكل عام. طيب دكتور ابو انا اسفه بس لضيق الوقت، انا عايزه اسال سريعا اذا تكرمت على نقطه اساسيه، هل هيكون في جديد فيما يتعلق بسد النهضة؟ هو بالنسبة لسد النهضة أنا في تقديري هو طبعا هم أكدوا على حاجة تانية بس عشان مربوطة بالموضوع ده، وهو الإعداد للقاء قمة قريبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى الصين في أفريقيا في أوائل الشهر سبتمبر اللي جاي ده. الفكرة أنه مصر بتطمئن بعد التصريحات الأخيرة على موضوع السد ده ماشي ازاي، لان احنا كان عندنا كلام كتير بيقول ان السد فيه مشاكل فنيه، والجانب الاثيوبي والجانب ما حدش سمع الكلام. الان كويس. عايزين نطمئن. ايوه كل ده عظيم. هيكون في تطور يا فندم؟ هيكون في جديد فيما يتعلق بسد النهضه؟ على الاقل هنضمن استمراريه التفاوض وعدم التعطيل يعني لأي سبب من الأسباب. نمرة اثنين، لا يعني هو التفاوض كان مستمر، بس كان في نقاط خلافية مثلا بالنسبة لمصر، مثلا فترة ملء الخزان هل في تطور في ده؟ مصر كانت بتقترح من 5 لـ7 سنين، إثيوبيا كانت عايزة لا 3 سنين، هل في تطور في ده؟ هل إثيوبيا قربت من وجهة النظر المصرية؟ التحركات دي كلها بتعني إيه بالنسبة لمصر؟ هيقف لفترة طويلة، على الأقل فيه سنة أو اثنين. أيوه. الفكرة دي ممكن يعطل المفاوضات الرئيسية حوالين المشروع. مصر عايزة تضمن ان الجوانب دي هتمشي بشكل مؤسسي كما تم الاتفاق عليه، وان ايضا مصر تقدر تساهم وتساعد هي والسودان في بناء السد وادارته، بشكل مشترك. كل ده كان اترفض زمان، هيتوافق يعني عليه دلوقتي؟ ما ده بقى اللي انا بسال عليه يا فندم. كل ده كان اترفض. اقتراح مصر بان البنك الدولي يتدخل اترفض. فتره ملء الخزان كان فيها خلاف. في اختراق، في جديد. دي هتستمر في اللجنه التساعيه. يعني لسه النقاش شغال. لا لسه فيها نقاش، لان ده كلام فيه فني يعني اكتر منه كلام سياسي. شكرا يا فندم. بشكرك دكتور محمود ابو العنين، استاذ العلوم السياسيه في جامعه القاهره وعميد معهد الدراسات الافريقيه سابقا. يمكن يكون الوقت مبكر لقراءه ما في موضوع السد، ولو ان في قراءات يعني قدمت بالفعل في هذا الموضوع. على اي حال مش هنستعجل يعني في ان احنا نحلل اللي بيحصل، المشهد لسه يعني متشابك الى حد كبير في اطراف مختلفه.
نرجع تاني للشأن المحلي الداخلي في مصر، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أعلنت إطلاق المرحلة الأولى للمسح القومي للكشف عن المصابين بفيروس سي في 9 محافظات. دي المرحلة الأولى، 9 محافظات هي بورسعيد واسكندرية والقليوبية والفيوم والبحيرة ودمياط وأسيوط وجنوب سيناء ومطروح. المفروض أنه هذا المسح بينتهي في شهر أكتوبر وشهر نوفمبر، يعني المفروض أنه واحد من أكبر المسوح في العالم، لأنه بيشمل فحص ما يقرب من 45 مليون شخص فوق 18 سنة. الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بيقول ان المرحلة الاولى هتبدأ باكتر من 1300 وحدة صحية اولية، هيتم استخدام الكواشف السريعة اللي بتكشف عن وجود فيروس سي في الدم خلال 5 دقائق، بيتم تسجيل المريض ومنحه كارت متابعة صحية بيقدر من خلاله انه يصرف الدواء في وقت محدد ويتابع الحالة لحد ما يخف. بيقول ان المريض هيخضع لمسح صحي للكشف عن السمنة، عن الضغط، عن القلب والسكر، ويتم تقييم الحالة، وايضا هيتم منحه كارت صحي معاه تقرير طبي بحالته الصحية علشان يبدأ العلاج ويبدأ صرف الدواء على طول. ننتقل لخبر اخر كمان ليه علاقة، يعني خبر جيد ايضا له علاقه بالصحه، وهو قوائم الانتظار. سفير بسام راضي متحدث باسم رئاسه الجمهوريه. طيب هنتوقف قبل ما ننتقل لقوائم الانتظار ونرجع تاني لفيروس سي وما اعلنته اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه من بدء هذا المسح. دكتوره منال حمدي السيد عضو اللجنه القوميه للفيروسات الكبديه معانا على التليفون. مساء الخير يا فندم. مساء النور حضرتك. خليني اعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن هذا المسح، يعني لماذا يعد واحد من اكبر المسوح في العالم؟ هل لانه الفئه المستهدفه هي فئه ضخمه ام هناك معايير تانية؟ لا يا فندم، هو طبعا مصر زي ما حضرتك عارفه احنا عندنا اكبر برنامج علاجي على مستوى العالم. مصر يمكن عالجت اكتر من 60% او 50% من ما تم علاجهم من فيروس سي على مستوى العالم في ال4 أعوام الماضية. وبالتالي احنا المستهدف حاليا ان حضرتك بندور على الناس بنسميهم الملايين المفقودين اللي عارفين اللي مش عارفين ان عندهم فيروس سي. وبالتالي احنا المسح ده بيستهدف اكتر من 45 مليون مواطن فوق سن 18 سنة لمعرفة الحالات المتبقية المصابة بفيروس سي وعلاجها. 45 مليون ده في كل مراحل المسح؟ في كل مراحل المسح. فنم المسح هيبقى على 3 مراحل، كل مرحلة فيها 15 مليون دول هيبقوا في عدد معين من المحافظات، وده بالتعاون مع الهيئة الوطنية طيب ليه المحافظات دي تحديدا اللي بنبدأ بيها ال9 محافظات الأولانيين؟ احنا حضرتك حسب التجهيزات اللي موجودة في المحافظات، وباقي المحافظات يتم تجهيزها في الوقت الحالي وحسب حجم المسجلين في قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات. فتم اختيار المحافظات بناء على هذا، وبناء على ايضا الجاهزيه بتاعه الوحدات الرعايه الاوليه. احنا بيتم تجهيز 3800 وحده رعايه اوليه. المسح هيتم باختبار سهل جدا بشكه بسيطه مثل اختبار السكر بالظبط، قراءه هذا الاختبار بعد 5 دقائق الى 10 دقائق، ويستطيع في الشخص يعرف اذا كان عنده اجسام مضاده ضد فيروس سي. ثم بعد كده بياخد كارت باسم وزاره الصحه بان هو ثالث او موجب. لو موجب بيتم تحويله الى مركز اخر لعمل الاختبار التاكيدي وتلقي العلاج بتاعه. طيب يعني كمان بتصرف، يعني كمان بيتصرف له العلاج وقت ما يتعرف ان هو مصاب فعلا؟ اول ما هنعرف ان عنده اجسام مضاده لازم في اختبار تاكيدي علشان نتاكد انه الاصابه مش بس وجود اجسام مضاده لكن الفيروس موجود في الدم فعلا ويستدعي الوضع للعلاج. في حوالي 70% من اللي عندهم اجسام مضاده بيبقوا مصابين، لكن في 30% عندهم اجسام مضاده فقط. اما ان هم تعرضوا للاصابه من قبل والفيروس خلصهم الفيروس تلقائيا، او تعرضوا اخذوا علاج مسبقا وبالتالي الاجسام المضاده ما زالت موجوده. طيب واللي بيثبت انه يعني اللي بيتم اثبات انه مريض بتوفروا له العلاج؟
بيتوفر له العلاج يا فندم مجانا، وهيتم صرفه من هيبقى عارف المكان اللي هيتصرف له منه العلاج اللي هيتعمل له فيه الاختبار التأكيدي، وكل ده هيبقى مسجل على قاعدة البيانات وهيتم تحويله بالمعاد بتاعه على قاعدة البيانات. طيب اللي دلوقتي سكان هذه المحافظات الأولى، وأنا هعيدهم تاني كمان شوية، يعني هم عليهم إن هم يتوجهوا لفين بالظبط عشان يعملوا المسح ده؟ هيبقى في رقم يا فندم هيتم الإعلان عنه، هيكلم الرقم، هيوصله رسالة بالمكان بتاعه اللي هيروح يعمل فيه الاختبار بالظبط زي الطريقة بتاعة الانتخابات. ودي هتسهل عليهم بشكل كبير، وهيتم الإعلان عن أيام محددة للمغتربين اللي هم موجودين في هذه المحافظات. طيب النقطة الثانية، يعني هو يعني مش زي فكرة قافلة طبية موجودة شوية يعني هتمشي، هي طبعا ليها مدة، احنا كنا لسه حتى بنتابع على الشاشة المواعيد الموجودة في المرحلة الأولى، قلنا انها من أكتوبر لحد نوفمبر. في أي وقت في يعني في الثلاث شهور دول هو هيروح في المكان اللي هيتبعت له على الرقم بالظبط كده. طيب خليني اعرف برضو من حضرتك على خطة يعني القضاء نهائيا على فيروس سي، امتى ممكن نقول فعلا انه مصر خالية من فيروس سي؟ هو يعني احنا هنقول ان مصر عندها نسبة اصابة، احنا بنتمنى ان نسب الاصابة تصل اقل من نصف المية او اقل حتى من 1%. القضاء النهائي احنا مش هنقدر نقول كلمة قضاء نهائي، القضاء النهائي تستدعي ان حضرتك هتعملي مسح ال 100 مليون وان يبقى عندك علاج شافي بنسبة 100%. احنا العلاج شافي بنسبة 97 و98%، لكن مش 100%. وبالتالي هيتبقى حالات بسيطة جدا، سواء ما استجابتش العلاج او سواء ما تمش تشخيصه بشكل او اخر، وده هيبقى عدد قليل جدا زي ما مصر نجحت قبل كده في الهرسنة، زي ما مصر نجحت قبل كده في القضاء على شلل الأطفال وغيره. فاحنا عندنا تواريخ نجاحات سابقة، واعتقد ان احنا نستطيع ان احنا نبقى دولة ناجحة في هذا المشروع. في إرادة سياسية قوية جدا خلف هذا المشروع. طيب. ومصر حققت نتائج دولية على أعلى مستوى، واحنا نستطيع ان شاء الله نحقق هذه النتيجة قريبا بإذن الله. طيب دكتورة منال، إيه اللي يضمن أنه المواطنين المستهدفين في هذه المحافظات يروحوا بالفعل يكشفوا؟ صحيح هو مجانا، بس أضمن منين أن 15 مليون المستهدفين في المرحلة جم كلهم وأنا كشفت عليهم وبالتالي المسح أدى وظيفته؟ إحنا بنتمنى، إحنا طبعا هيبقى في المجتمع المدني هيشتغل معانا، هيبقى عندنا في قوافل برضو هتروح المناطق النائية اللي هي ما فيهاش وحدات رعاية أولية قريبة منهم. احنا المجتمع المدني هيشتغل معانا بشكل كبير جدا، عندنا الرائدات الرجليات ايضا اللي هم بيروحوا من باب لباب، واحنا مستهدفين اللي موجودين في قاعده الهيئه الوطنيه للانتخابات. وبالتالي احنا عندنا ارقام الارقام القوميه بتاعت الناس كلها اللي احنا مستهدفينها، وهيبقى عندنا وسائل للاتصال ولا التواصل. يعني حضرتك يعني حضرتك عايز تقولي انك هيبقى عندك بيانات اللي ما جاش كشف بالظبط كده يا فندم، هتعملي له ايه؟ ما هو مش الزامي، هتعملي له ايه؟ مش الزامي، لكن مش هيبقى فيه صعب جدا حضرتك طبعي على الناس عقوبات. احنا الموضوع هيبقى فيه توعيه كبيره جدا، هيبقى فيه شغل على الارض كتير جدا سواء من المجتمع المدني او من الشباب. احنا في تعاون مع وزاره الشباب، في تعاون مع الجامعات ايضا، ان الشباب هيشتغل معانا على الارض. واعتقد ان ده مشروع قومي ووطني مهم جدا، واحنا بنشكر الاعلام طبعا على دعمه كبير جدا في هذا المشروع، لان دور حضراتكم في المرحله القادمه لتوعيه الناس ان ده مرض خطير له مضاعفات خطيره، والعلاج مبكرا مهم جدا للتخلص من الفيروس. مش فقط حضرتك بتحمي نفسك، لكن انت بتحمي اسرتك ايضا من نقل العدوى. طيب مهم جدا الوعي الصحي في المرحله القادمه، ان احنا فعلا هدفنا مصلحه المواطنين، وده بيعرض عليه كشف مجاني بسيط سهل بشكه وعلاج مجاني تماما. كلام حضرتك منطقي 100%، بس قد يدخل فيه ربما عادات وتقاليد، او يعني نمط كده ثقافي بيقول ان احنا انا مش عايز اكشف، انا ما اعرف ان انا عيانه هروح اتعالج، انما انا ما احبش اكشف من نفسي رغم انه مجانا. وطبعا حضرتك بتقولي بتستهدفي مصلحه المواطن، بتستهدفي كمان القضاء على مرض خطير الحقيقه باعداد رهيبه في مصر، لكن دلوقتي المرحله الاولى هتبدا في اكتوبر، واحنا
خلاص داخلين على اول سبتمبر، هل حملات التوعيه حضرتك عارفه ان الشغل على التوعيه من ابطا النشاطات اللي بتجيب نتيجه، يعني انك تغيري فكر الناس وسلوكهم ده بياخد وقت طويل جدا، هل انتوا استعديتوا يعني التوعيه دي خلصت عشان ده اكتوبر ده فاضل شهر؟ هو بصي حضرتك في حمله اعلاميه كبيره جدا باذن الله هتبقى يعني خلال الاسابيع القليله القادمه. وبعدين في حاجه مهمه جدا ان ما فيش شخص عندنا في مصر ما يعرفش شخص اصيب بفيروس سي وبيتمنى انه يتم تشخيصه وعلاجه لانه شاف حد من عيلته بيموت قدامه بفيروس سي، سواء بالنزيف او قيء دموي او سواء بتليف الكبد او سواء باورام سرطانيه في الكبد. وبالتالي انا في اعتقادي ان الناس هتستجيب بشكل جيد، بالذات ان احنا قربنا منهم المسافات جدا بتاعه الكشف، يعني احنا اصبحنا قريبين منهم جدا، اصبح الاماكن قريبه منهم جدا واماكن هم بيرتدوها بانتظام، وحدات الرعايه الاوليه الناس كلها بتروح تكشف فيها. طيب حاجه ثانيه ان احنا هنعمل كشف على كل المواطنين اللي داخل المستشفيات، داخل المستشفيات ملايين المواطنين سنويا بيدخلوا المستشفيات ودول هيتم الكشف عليهم كجزء من الكشف داخل المستشفيات. ده كمان في المرحلة الأولى؟ يعني في كل مرحلة هيكون في كل مرحلة يا فندم ده هيمشي وفي السجون؟ كمان هيبقى فيه في السجون قلتوا؟ ده هيبقى فيه في السجون، هيبقى فيه في الجامعات، في المستشفيات الجامعية وفي المستشفيات كلها حضرتك هيبقى إجباري الكشف على كل المرضى داخل المستشفيات كجزء من التحاليل الطبية اللي بتتعمل للمرضى داخل المستشفيات. يعني كل مرحلة، يعني كل مرحلة من الثلاثة، أنا آسفة إني بقاطعك كتير بس لأنه هي في معلومات كتير مهمة عايزين نعرفها، يعني كل مرحلة من الثلاثة هيكون فيها وحدات، الوحدات الطبية وهيكون المسح في المستشفيات وفي السجون وعلى طلبة الجامعة. بالظبط كده. في كل مرحلة من الثلاثة. في كل مرحلة من الثلاثة، وبالتالي احنا حضرتك كل ده ماشي مع بعضه بالدوام. طيب النقطة بقى يعني لو في عندك جزء، حضرتك قلتي عندك بيانات اللي هي الهيئة الوطنية للانتخابات، هيبقى عندك جزء حضرتك عارفة انه ده ما جاش كشف، هنعمل فيه ايه؟ ده بقى هتعملوا مرحلة تانية لاحقة ولا هتستهدفوهم يعني شخصيا؟ يعني احنا مش عايزين نسبق الاحداث، احنا هنبتدي وبناء على الارقام اللي هتيجي وبناء على ما يحدث على الارض اعتقد ان احنا هنحدد استراتيجياتنا المستقبليه بناء على يوم بيوم، احنا بنطور من نفسنا وبنطور من الاستراتيجيه بتاعتنا حسب الشغل على الارض. ده اللي احنا عملناه قبل كده في منظومه العلاج واعتقد ان هي نجحت نجاح كبير جدا، وبالذات ان احنا بدانا بمرحله غيرنا من علاج حقن انترفيرون في اكتوبر 2014 الى اقراص، سجل عندنا في اول اسبوع نصف مليون مواطن عارفين ان هم مصابين بفيروس. دول اللي عارفين، ما اللي عارف انه عيان ده ما انا مش حامله هم. انا عارفه، لكن هي المنظومه الفكره ان كان فيها طب. كل مرحله كان بيبقى فيها المشكله بنحلها على الارض. المناطق النائيه يا فندم حضرتك قلتي اللي فيها عدد وحدات قليل، دي هيكون فيها قوافل؟ هيكون فيها قوافل في المناطق النائيه اللي ما فيهاش وحدات رعايه اوليه. يعني هيكون في قوافل في اماكن معينه، دي اللي مش هيبقى فيها وحده رعايه اوليه، دي هيبقى فيها قافله عشان توصل للناس لاقرب نقطه ممكن. بس برضو الناس مهم يبقوا عارفين القافله جايه امتى. كل دي حضرتك بيانات هتكون موجوده والارقام الساخنه هتكون موجوده والارقام الناس كل ده هيعلن عنه قريبا جدا ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منال حمدي السيد عضو اللجنه القوميه للفيروسات الكبديه، ده طبعا موضوع اكيد مستمر طبعا معانا في المتابعه للارقام ولكل التفاصيل، وده موضوع في منتهى الاهميه ان حضرتك تكشف، في منتهى الاهميه، انا عارفه ان احنا ما بنحبش نكشف علشان ما نحبش نكتشف بعد الشر نكون يعني حاملين للمرض ولا حاجه، بس احسن نكتشف مبكرا من ان احنا نكتشف متاخر وبالتالي العلاج يكون اكثر تعقيدا. الموضوع اصبح من المجان، شكه بسيطه زي قياس السكر وهيبقى اقرب حاجه لبيتك، حضرتك تاخد يعني تاخد بعضك واسرتك وتروحوا تكشفوا كلكم عشان الدواء هيبقى بالمجان وهيبقى قريب ليكوا، تحافظ على نفسك تطمن على نفسك وعلى اسرتك، والمرحله مستمره، يعني ده كمان شيء في منتهى الاهميه. كنت بكلم حضراتكم على قوائم الانتظار، سفير بسام راضي متحدث باسم رئاسه الجمهوريه بيقول ان القضاء على قوائم الانتظار مرضى العمليات الجراحيه كان من اجل التدخل لعلاج الحالات الحرجه اللي ما تحتملش تاخير،
وحقيقة أن وزارة الصحة بدأت تنفيذ المبادرة، يعني زي ما تابعنا مع حضراتكم في حلقات سابقة في شهر يوليو الماضي، العلاج بيتم في 153 مستشفى من مجموعة من أفضل المستشفيات في القاهرة أو في مصر الحقيقة مش في القاهرة. إحنا معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ دينا، تحياتي لحضرتك ولمشاهدين سي بي سي. شكرا يا فندم. خليني أسأل حضرتك على المستشفيات الجامعية ودورها في هذه المنظومة ورحلة القضاء على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة يا دكتور. دورها تحديدا، عدد الحالات اللي استقبلتها، ويعني هذا النوع من التفاصيل. يعني احنا بنتكلم حتى 27/8/2018 من بداية 5/7 اللي هو بداية المشروع او تكليفات تنفيذ تكليفات السيد الرئيس، احنا وصلنا في المستشفيات التابعة للجامعات للانتهاء من 5438 حالة من اصل 6482 مسجلين على الموقع الرسمي لقوائم الانتظار. في مستشفيات وصلت فيها نسبة الانتهاء إلى تقريبا 86%، وفي مستشفيات بنتكلم على 52% من القضاء على قوائم الانتظار. احنا النسبة عموما تتراوح ما بين 23%، دي أقل نسبة تحقيق قضاء قوائم الانتظار، إلى 86% تقريبا، دي أعلى نسبة عندنا. الفكرة الحقيقة أنا يعني الحمد لله أن هناك رضا عام عند المواطنين وسعادة حقيقة بي بيتم تحقيقه من تنفيذ تكليفات السيد الرئيس. الفكرة القيمة اللي أنا شايفها وراء نجاح الدولة هو هذا التكامل ما بين المقدمين الخدمة الصحية سواء مستشفيات جامعية، وزارة الصحة والسكان، القوات المسلحة، هيئة الشرطة، الجمعيات الغير هادفة للربح، المجتمع المدني. الحقيقة التكامل ده أنا شايف أنه هو القيمة وراء نجاح أو التقدم المضطرد اللي بيحصل فيه الانتهاء من قوائم الانتظار. الحقيقة أنا شايف أنه في قرار السيد الرئيس بأنه يبقى الموضوع يمتد إلى 3 سنوات، الحقيقة برضو شايف فيه ملمح من هو مدرك لأهمية أن يتحول هذا التكامل إلى ممارسة معتادة يومية للجهاز الإداري للدولة. هو ده طبعا مطلوب في كل شيء، في كل تفصيلة، مش بس يعني الحقيقة أنه إحنا ليه القوائم الانتظار كانت موجودة وليه هذه السرعة في الأداء؟ لأنه في تكامل بقى اللي عنده مستلزمات وما عندوش عيانين بقى بيودي للمكان اللي عنده عيانين وما عندوش مستلزمات. طب ده يخليني أسأل حضرتك على نقطة أنه هي القوائم مش هتخلص، يعني طول الوقت هيبقى عندك ناس في حالات حرجة محتاجة تدخل جراحي. خطة التعامل بقى مع يعني من سوف ينضم للقوائم يا فندم؟ طيب خلينا عشان يعني وسؤال حضرتك ده سؤال مهم، خلينا بس نحط ايه مجموعه من الامور عشان تبقى المساله واضحه للساده المشاهدين. احنا ما بنتكلمش على الحالات الحرجه، الحالات الحرجه دي لا تحتمل الانتظار، انما احنا بنتكلم على الحالات الدقيقه زي الزراعات، زراعه الكلى، زراعه الكبد، ده مش حاله مهدده للحياه، لو ما اتعملتش خلال اسبوع هيحصل مشكله، حاله مفصل العظام هي حاله دقيقه، لكن لو ما اتعملش الاسبوع ده او الاسبوع الجاي مش هيحصل مشكله، انما هي في الحقيقه هي موضوع مؤذي جدا ومزعج جدا للمريض. احنا بنتكلم على الحالات الدقيقه التي يطول انتظار المريض فيها من بعد ما ينتهي من جميع الفحوصات اللي بتقول ان هو مؤهل لان يتم فيه التدخل. دقيقه يعني ايه؟ معلش يعني كومبليكيتد، معقده يعني، او يعني محتاجه مهاره، شغل كتير، ومحتاجه طاقم طبي على مستوى عالي. يعني حالات زراعه الكبد، الفريق الطبي اللي بيدخل في العمليه هم 6 اطباء. حالات زراعه الكلى نفس الكلام، حالات زراعه القرنيه، حالات جراحات المخ والاعصاب، تحتاج الى نوع من المهاره يختلف عن الحالات العاديه. لكن هي المشكله مش احتياجها للمهاره، المشكله كانت ان احنا كدوله عندنا القدره ان احنا نؤدي بشكل احسن اذا ما تكامل. وانا يعني قلت المثال ده اكثر من مره، بقول ان احنا عندنا قوائم الانتظار في حالات القسطره القلبيه مثلا وصلت الى 9000 حاله. عدد اجهزه القسطره القلبيه في المستشفيات المملوكة للدولة في جمهورية مصر العربية
78 جهاز. الجهاز في المعدل المتوسط المفروض يشتغل 10 حالات في اليوم. يبقى انا في اليوم الواحد المفروض الدولة المصرية تعمل 780 حالة، يبقى في 10 ايام المفروض اوصل ل 8000 حالة تقريبا. طب ازاي يبقى انا عندي 9000 حالة منهم مستنيين بقى لهم 3 شهور و4 شهور و5 شهور؟ يبقى معنى كده ان انا لا استغل امكانيات الدولة المصرية للاستغلال الامثل. وضحت الفكره. ان انا لو بستغلها استغلال امثل ال 9000 دولت هيخلصوا ما كانوش صح في 12 يوم. وضحت الفكره. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار الامين العام للمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه. وخلونا نختتم مع حضراتكم اخبارنا النهارده باطلاق وزير الاوقاف دكتور محمد مختار جمعه يوم الاثنين اشاره البدء لتوزيع لحوم الاضاحي في محافظات القاهره والجيزه. وزير الاوقاف قام بتوزيع بعض الاضاحي بنفسه من مسجد الرحمه، واللي كان اول نقطة انطلق منها التوزيع ده المسجد جنب ديوان عام الوزارة. يعني خلونا نعرف تفاصيل اكتر حول هذا الموضوع. معنا تليفون شيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف. مساء الخير فضيلة الشيخ. شيخ جابر مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين يا فندم. اهلا وسهلا. ارجو ان حضرتك توطي التلفزيون تسمعنا من على الهاتف، وخليني اعرف من حضرتك تفاصيل يعني توزيع صكوك الاضاحي ولحوم الاضاحي في القاهره والجيزه. اولا لاول مره في تاريخ وزاره الاوقاف تصل قيمه صكوك الاضاحي 52 مليون، وقد يؤمل ان تصل الى اكثر من 55 مليون في خلال الساعات القادمه ان شاء الله. ودي احصائيه اوليه. تم التعاقد على 550 طن لحوم عباره عن رؤوس ماشيه ذبحت في منفذ ابو سمبل في اسوان، وتم تكييس تقطيعها وتكييسها وتغليفها في مجزر البساتين. بدا بالامس توزيع اول دفعه على القاهره والجيزه، وكان معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه هو الذي يقوم بالتوزيع بنفسه، ومعه السادة وكلاء وزارة القاهرة ومن الديوان العام. نستهدف إن شاء الله أن نصل إلى الكفور والنجوع والقرى الأكثر احتياجا. نعتمد في ذلك على قاعدة بيانات وزارة التضامن بالتنسيق والتعاون معها. يعني هيكون في كمان توزيع في محافظات تانية، البداية بس كانت بالقاهرة والجيزة؟ نعم، سنصل إن شاء الله إلى جميع المحافظات، لأنه جميع المحافظات أسهمت في هذه الصكوك، كانت بنسب مختلفة، لكن إن شاء الله سيراعى فيها الأكثر احتياجا والأكثر يعني حاجة في القرى والنجوع والكفور، لتصل إلى مستحقيها إن شاء الله في جميع محافظات الجمهورية. وهذا بيعكس ثقة الناس، ثقة الجماهير الحقيقة في وزارة الأوقاف وفي مؤسسات الدولة الرسمية. عندما تصل هذه الصكوك في ما يعادل 15 يوم او 17 يوم جمع صكوك تصل الى 52 مليون او يزيد. اموال الصكوك دي شيخ جابر يعني حضراتكم بتاخدوها تشتروا بيها يعني ماشيه عجول وخراف وما الى ذلك، ولا بتشتروا لحوم يعني متقطعه جاهزه وتتم توزيعها، ولا ايه اللي بيحصل؟ لا، ده في بروتوكول تعاون بيننا وبين وزاره التضامن. تعاقدنا مع وزارة التضامن على أنها تورد هذه الرؤوس الماشية حية في منفذ أبو سمبل، عبارة بتترجم إلى أكيال من اللحم، طبعا بأسعار يعني بأسعار ما يناسب 7 أفراد بما يعادل 10,500 قيمة العجل، بتنافس 7 أفراد، بيذبح في يوم أيام التشريق، يوم العيد وأيام التشريق بما يناسب أيام الذبح الشرعي للأضحية كونها أضحية. كلهم في منفذ أبو سمبل؟ نعم، تذبح هناك في أبو سمبل، وتم تصوير هذه المواشي جميعها، تم تصويرها حية وهي موجودة قبل يوم العيد، وتم تصويرها وهي تذبح، وتم تصويرها وهي تشفى وتغلف وتجلد، وتم تصويرها وتوثيق هذه المعلومات كلها وهي في كراتين توزع على الفقراء. وتجمد بتجمد فين يا فندم؟ في المنفذ برضه؟ تجمد في البساتين، وتجمد في عربيات تبريد تصل بها الى
أقصى أماكن في الصعيد وفي الوجه البحري. يعني عربية التبريد بتبقى فيها اللحوم وبتروح المنطقة اللي انتوا عايزينها توزعوا منها هناك باردة. نعم نعم، هي يعني احنا بنركز على انها كانت رؤوس ماشية، لانه لا يمكن ابدا ان تشتري لحوم اضحية، لازم تشتري رأس ماشية وتذبح وتهدى ويضحى بها، لان الدافع للاضحية دافعها بنية اضحية وليس لحوم صدقة توزع. صحيح صحيح. طيب اجمالي اللحوم قد ايه فضيلة الشيخ؟ ما يعادل 550 طن لحوم. ويعني دول جاهزين متقطعين في الثلاجات، بس ناقص ان هم يتوزعوا لاصحاب النصيب. نعم نعم، هم حاليا في التغليف، كل كميه تنتج وينتهي من تغليفها وانتاجها وتوضع في كراتين وتجمد التجميد المناسب للسفر تخرج وتوزع على المستحقين لها. تنتهي امتى من عملية التوزيع بشكل كامل فضيلة الشيخ؟ نستطيع ان نقول بدأنا بالامس، لكن النهاية هذه مسألة لا يستطيع ان يجزم بها احد. يعني توزعين 550 طن من اللحوم على الفقراء وعلى المستحقين، فلا يمكن ابدا ان تضعي سقف زمني لهذه المسألة. طيب يعني هل البروتوكول اللي مع وزارة التضامن ده اللي بيخلي حضراتكم تعرفوا مين يستحق التوزيع؟ يعني بتوزع على مين وعلى اي اساس؟ نعم، قاعدة بيانات التضامن هي التي نسترشد بها ونستهدي بها عن طريق مديري ادارات الفرعية بوزارة الاوقاف بمديريات الاقليمية ومفتشي الاوقاف وائمة الاوقاف، هم القوى البشرية التي تقوم بهذا العمل تطوعا وحسبة لله تعالى دون ان يتقاضوا على ذلك اي اجر، ولا يحمل سق الاضحية اي مصاريف إدارية أو بنرات أو دعاية أو إعلان. نعم. ولكن سك الأضحية يذهب كاملا إلى الفقراء والمحتاجين. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا شيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف. وبكده مشاهدينا بننهي فقرة استعراض الأخبار للنهاردة، بعد لحظات نلتقي مرة أخرى والاستعدادات لبداية العام الدراسي. أتصور أنه مع حلول شهر سبتمبر بتبدأ كل أسرة أنها تراجع ميزانيتها علشان تستعد لدخول المدارس، علشان دخول المدارس معناه فلوس كتير محتاجاها الأسرة، محتاجاها في لبس المدرسة اليونيفورم، ومحتاجاها لأدوات المدرسة اللي بيحتاجها كل تلميذ، كراسات وكشاكيل وإقلام وبرايات وأساتيك وما إلى ذلك. ده غير طبعا زي ما قلنا زي المدرسي بشكل كامل، اللبس والشنطة والجزمة وكل ده. هل مع ارتفاع الأسعار اللي بنشوفه في كل شيء بيرجع ده كمان بيعود على الأسرة فيما يتعلق بالاستعداد لدخول المدارس، خاصة أنه يعني موسم دخول المدارس كان مع كمان العيد، فيبقى يعني الطقطقين على كل أسرة أنها بتتحمل تكاليف زيادة؟ هل ارتفعت الأسعار السنة دي عن السنة اللي فاتت؟ طب بأي نسبة ارتفعت؟ إيه سبب الزيادة دي؟ وإيه هي النصايح اللي ممكن يعني تتوجه لأولياء الأمور علشان يقدروا أن هم يكفوا أولادهم بكل احتياجاتهم؟ إحنا لو عندنا أسرة عندها 3 تلاميذ في المرحلة الابتدائية والإعدادية، أتصور أن هم محتاجين مبلغ محترم جدا علشان يقدروا أن هم يشتروا كل الحاجات دي لأولادهم في دخول المدارس. سؤال تاني، الحاجات دي مش كلها بتفضل مكملة السنة كلها، يعني أحيانا ممكن يشتروا تاني في الترم التاني أو يشتروا كمان في نص الترم مرة تانية، يعني طلعة تانية من مستلزمات المدارس. حول الاستعداد لموسم المدارس ودخول المدارس معانا في الاستوديو لنقاش حول هذا الموضوع بشرفنا مستشار حمدي أبو العنين رئيس شعبة الملابس الجاهزة ووكيل الغرفة التجارية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. كما رحب أيضا بأستاذ علاء عادل عضو شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية. أهلا بحضرتك. أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد إن شاء الله. شكرا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. أتمنى التوفيق لكل الطلبة بإذن الله. إن شاء الله. خلينا أبدأ بحضرتك الأول مستشار حمدي فيما يتعلق بالملابس ولبس المدارس، هل في استعدادات معينة بتقوموا بيها بتجهزوا لها لموسم دخول المدارس؟ ده أكيد طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أكيد كل سنة في بداية دخول المدارس الشركات نفسها اللي بتشتغل في الخامات
بتاعه المدارس، بيتم الاستعداد من قبل المدرسه بفتره، من قبل دخول المدارس بفتره، بتجهيز الخامات بتاعتها بالالوان المطلوبه لكل المراحل اذا كانت من حضانه لثانوي عام. فكل المراحل دي بيتم تجهيز الخامات فعلا قبل دخول المدارس بمرحله، على اساس انه بياخد مراحل في التجهيز. يعني بعد ما يجهز الخامه هو بيبتدي يدخلها المصانع، والمصانع بتنتجها ويبتدي يوزعها على المحلات اللي هي بتبيع اساسا المنتج نفسه للمستهلك بشكل مباشر. فبيبقى في طبعا كل سنه بيبقى في تجهيز للمدارس. قبلها بقد ايه بيكون؟ لا يقل عن شهرين، يعني لا يقل عن شهرين لما بنبتدي نعمل الخام نفسه، كغزل، كنسيج، كتجهيز في مسابخ، كتجهيز في بعد ذلك في صناعه الملابس الجاهزه في الوحدات الانتاجيه بتاعه الملابس، بيبقى على الاقل قبلها بشهرين. معنى كلام حضرتك انه لبس المدارس في مصر كله محلي؟ بنسبه كبيره جدا جدا محلي، وان لم يكن كله محلي. احنا بنعتمد كليات على الخامات المحليه في الانتاج، ما عدا بعض الاكسسوارات البسيطه، يعني دي اللي ما بتبقاش محليه، ولكن اغلبيه المنتج بالذات في الزي المدرسي محلي. ايه حجم انتاجنا؟ لا يعني حجم المكون بتاعه محلي او مستورد، ولا حجم الانتاج قد ايه؟ حجم الانتاج قد ايه؟ ده مرتبط بحجم بالعدد اللي هو عدد الطلبه من حضانه لسواء. احنا كنا بنتكلم استاذ علاء قبل دخولنا على الهواء، يعني بنتكلم في 15 مليون تقريبا في مراحل متعدده من حضانه للثانوي عام. فحضرتك شوفوا متوسط العدد يبقى قد ايه. في ناس بتشتري ثانوي، وفي ناس بيبقى عندها اولاد يعني في مراحل سنيه قريبين لبعض، فبالتالي في غلو الاسعار بيبتدي يدي الاخ الكبير يدي الاصغر، الاصغر على اساس انه يبقى فيه ايه توفير نسبي من نسبه لاستهلاك القماش واستهلاك الملابس وكده يعني. انا زملائي بيقولوا يعني هو اساسا الزي ما بيقعدش سنه عشان الاخ الصغير ياخده، دول بيغيروا ثلاث يونيفورم في السنه. والله احنا بص حضرتك، احنا كمصريين يعني بتدي اولويات. يعني حضرتك بتدي اولويات اكيد في حياتنا لما الحاجه بتغلى. يعني ببص الحاجات الاكل الشرب الحاجات الاساسيه، وبعدين بشتغل على الزي المدرسي. وحسب نوع الخامه بتاعت الزي مستخدمه، نوع الخامه نفسها ايه، ممكن تتحمل سنه. يعني في مثل يقول لك انا مش غني عشان اشتري حاجه رخيصه، بمعنى المكون الرخيص قوي زياده عن اللازم بيبوظ بسرعه، واما يكون بقى مكوناته اساسا من خامات البوليستر والكلام ده، ودي ضاره جدا جدا بالاطفال. لما حضرتك بتتكلم على الانتاج ده، بتتكلم على انه كمان بتغطي، بتتكلم على لبس الزي المدرسي في المدارس الحكوميه بس ولا الخاصه كمان؟ لا، المدارس الحكوميه والمدارس الخاصه، احنا بنتكلم على الطلبه بشكل عام. كل المدارس الزي بتاعها موجود في الاسواق المصريه من انتاج مصري بنسبه كبيره جدا جدا. يعني انا كنت قلت النهارده 70 لاكتر بكتير من كده، لانها كلها حاجات جبردين، حاجات دكرونات، حاجات اقطان 100%، فكلها مكونات كلها مصريه. كلها مكونات مصريه. طيب استاذ علاء، يعني نفس الفكره فيما يتعلق بالادوات المكتبيه، بتستعدوا ازاي لموسم دخول المدارس؟ وانا شايفه حضرتك محضر لنا كوليكشن حلو كده. احنا حضرتك شعبه الادوات الكتابيه في الغرفه التجاريه بنحاول نركز على محدود الدخل. يعني بنحاول نوجد له الاصناف بتاعته بسعر كويس، بمنتجات كواليتي عاليه، باسعار كويسه. يعني احنا مثلا عندنا سعر كويس وكواليتي كويس، جوده عاليه. يعني احنا عندنا الكشكول مثلا اللي هو 60 ورقه، اللي طبعا كل الطلاب لازم بيجيب منه 20 كشكول او 30 كشكول عشان يكفيه على مدار السنه. يعني حضرتك بتقولي ان هو بيجيب على الترم الاول وبيجيب في وسط السنه. لا، معظم الناس اللي هو محدود الدخل بتنزل، تحاول تنزل اماكن التجمع الجمله عشان تجيب كل احتياج السنه بتاعته مره واحده. يعني ينزل يجيب مثلا 30 كشكول، لو عنده 3 اطفال مثلا يجيب لهم 90 كشكول، يجيب لهم قلم جاف، يجيب لهم بدل ما يجيب بالقلم يجيب بالدسته القلم الرصاص مثلا. انا هاجي للنقطه دي، بس كنت عايز اعرف استعداداتكم انتوا الموسم الدراسه. اولا دي حاجات محليه؟ لا مش كلها محليه. يعني كلها. احنا عندنا بالنسبه للادوات الكتابيه غير الملابس شويه. الادوات الكتابيه الكشكول، الورق عموما، الكشكول والكراس والكده بقى مستورد 80% منه مصري. لا، الورق 80% منه مصري. الاقلام الجاف بقى والاقلام الرصاص مثلا ممكن تكون 60% مستورد و40% مصري. بالنسبه للاساتيك، البلايات، الطوم الهندسي، البرجل، الحاجات دي كلها تقريبا 40% مصري و60% مستورد. واحنا بقى عندنا دلوقتي الحمد لله يعني
كميه مصانع مصريه كويسه جدا بتصنع اقلام جاف واقلام رصاص وكشاكيل وكشاكيل سلك وكشاكيل دبوس، بيختلف حسب الكواليتي بتاع الورق من 48 جرام 60 جرام 80 حجم جرام. الانتاج بيختلف زي الملابس برضو زي ما اشار استاذ حمدي انه على حسب عدد الطلبه بتوفروا الكميات المناسبه. هو في مصر اصلا مثلا احنا تقريبا متوسط 15 مليون طالب في مصر. فاحنا لو حسبنا متوسط ان كل طالب في محدود يعني متوسط البلد من 150 ل 200 جنيه هيشتري لوازم ادوات كتابيه اللي هي شنطه مقلمه. ايه الاسره ولا الفرد؟ الفرد. يعني التلميذ احتياجه سنوي احتياجه في السنه 200 جنيه ادوات مكتبيه. ادوات مكتبيه، فالمضربين في 15 مليون طالب يعني مش هيقل عن 4 مليون ونص مثلا احتياج الادوات الكتابيه. الادوات الكتابيه من غير الزي المدرسي. من غير يعني هنتكلم بس على ادوات اللي هي شنطه مدرسه كويسه، مقلمه، قلم رصاص، استيكه بريه، الوان فلوماستر، معظم احتياجاته. طيب الحاجات اللي حضرتك معاك دلوقتي دي اساسا موجهه لمحدود الدخل؟ يعني مثلا الكشكول دوت بياخده محدود الدخل، بينزل ولي الامر الطالب يشتري منه مثلا 30 كشكول 40 كشكول. ممكن اشوفه؟ وده بيبقى 48 جرام الورق والغلاف بتاعه دوبلكس. ده بيبقى متوسط ده دلوقتي مثلا بقى ب2.5. يعني هو اصلا الزياده السنه دي جت معظمها في الورق عشان الكشكول. الورق اصلا زاد عالميا. بقى الطن كان السنه اللي فاتت ب 15400، السنه دي مثلا بقى ب 19. ايش حضرتك قلت كام؟ كان التن الورق لا الكراسه الكشكول ال 60 ورقه ب2.5. ب2.5 هو بقى حاجه تقول بيشتري جمله. بيشتري الجمله مثلا بيشتري 20 كشكول مثلا يعملوا لهم بتاع 50 جنيه. يكفوه السنه كلها. قلم جاف مثلا اشتري قلم جاف بجنيه، اشتري قلم رصاص بجنيه، مقلمة بخمسة جنيه. ومعظم الحاجات دلوقتي يعني المصري بقى مغطي شريعة حلوة، وكمان بنصدر يعني في عندنا قلم جاف بنصدرها وقلم رصاص. بس انا مش عارفة زكاة الورقة دي بتتقطع بسهولة. ما بص حضرتك، ما هو في بقى الورق ده بيختلف منه 80 جرام ومنه 48 جرام. ده غالبا للأطفال شوية يعني. أيوة. ده صغيرين بقى اللي هيحتاجوا ده مثلا للكبار مثلا. ده بقى يعني اقوى شويه الورق بتاعه. ده بكام ده؟ ده مثلا يعمل من يبدا من 7.5. بيبدا على حسب عدد الورق؟ على حسب عدد الورق وعلى حسب المقاس. من 7.5 لحد كام؟ يعني مثلا لحد ممكن 20 جنيه عشان 200 في 200 ورقه وفي 150 وفي 100 ورقه وفي 100 ورقه. بس كتير قوي ده، انا هحتاج كام واحده في السنه ولو عندي كذا طفل؟ ما حضرتك مبدئيا دوت احنا بنخاطب فئه محدوده الدخل، فهم بيجيبوا دايما الكشكول الصغير، الكشكول الكبير دوت للدروس. يعني هو كل الطلبه بيجيبوا الصغير. هيشتري حاجات للمدرسه وهيشتري حاجات للدروس؟ طبعا، وفي كشكول سلك كمان. وفي حاجات تانيه كتير، وفي ورق فلوسكاب. وفي حاجات للمذاكره كمان، وفي الات حاسبه. انا بكلمك يعني شوفي 200 جنيه ديت اللي هو اللي يجيب احتياجات الطالب العادي الحد الادنى. الحد الادنى الحد الادنى. طيب خليني اشوف ارجع حضرتك تاني يا استاذ حمدي، نقطه الزي المدرسي يتكلف كام؟ برضه في متوسطه حضرتك في الابتدائي في حدود 250، في الاعدادي 350، تقريبا ثانوي عام اللي بيلبسوا بلوزه وجيبه في حدود 450. يعني البلوزه 150، الجيبه من 200 ل 250. ده المتوسط بتاع الاسعار، يعني ممكن حاجات تزيد حاجات تقل حسب مكونات الخامه، يعني كل حاجه في الملابس الجاهزه مرتبطه بالمكون بتاعها ايه. كل ما يبقى المكون بتاعها نسبه القطن اعلى فيه كل ما يبقى اغلى. لان استخدام القطن نفسه استخدامه في المسابغ او معالجته في المسابغ مختلف كلية عن البوليستر، بياخد ماده اكتر، بياخد مجهود اكبر كده يعني. فده بيبقى ده المتوسط بالنسبه للاسعار. هي الاسعار دي اسعار ايه؟ اسعار البيع ولا اسعار التكلفه؟ لا ممكن تكون اسعار البيع، يعني اسعار التكلفه بتقل 20% 30% يعني كده يعني. يعني لو نزلنا المحلات نشتري يونيفورم هنلاقي 250 هو بس. هو اصلا ما فيش تسعيره اجباريه يعني، خدت واحدك احنا مش اجباريه، بنتكلم برضه على المتوسطات. يعني ممكن حد يزود 20، ممكن حد يقلل على حسب المنطقه اللي بيبيع فيها، وعلى في تجار جمله بيبيعوا بسعر اقل على حسب المدرسه كمان، وعلى حسب لا المدرسة كل مدرسه اصلا بتحدد المكان اللي يشتري منها اليونيفورم وبتكون مظبطه اسعارها. لا لا معلش، مع احترام رايك، ده المدارس الخاصه. ايوه المدارس الخاصه دي قصه ثانيه خالص. لما بس انا ولي امر كمان المدارس الحكوميه، ما هو نفس القصه. هنيجي للنقطه دي. هنيجي للنقطه دي. بتتكلم على يعني اسعار دي اسعار المدارس الحكوميه.
اللي هو اللبس اللي هو بتاع الابتدائي الاعدادي الثانوي. طب خلينا ناخد النص اللي هو 350 تقريبا. اليونيفورم الاعدادي ده مكون من ايه؟ بلوزه و لا بالدري اللي هو اللبس اللي هي الطويله. لا ما بقاش مريالة بقى خلاص، ما بقاش الحاجات دي قديمه شويه. بقى ايه؟ ما انا كنت يعني برضو بقى لنا فتره كنا فاهمين المرايه والكلام ده. لا ما بقتش بقى في حاجه زي الدريل اللي هو الطويل ده اللي حضرتك. ايه الدريل ده اللي هو ما اعرفش انا هو اسمه كده، هو اسمه دريل اللي هو اللبس ده كمان بيبقى فيه ترينج وبيبقى فيه حاجه لل لا لا يعني غير هو زي نظام الفستان الطويل بالظبط كده. ده بيلبسوه في مراحل الابتدائيه والاعداديه دلوقتي، والثانوي العام هو بس اللي وتحت المرياله. ممكن يكون قميص تيشيرت كده يعني. ده اليونيفورم ده اليونيفورم. ده على بعضه 350. طيب تعرف حضرتك لو وحدنا، بص يعني عايزين مش عارف يمكن يجي ده سؤال في من ضمن الاسئله، لو وحدنا الزي المدرسي، لو وحدنا الزي المدرسي في مصر كلها يحصل ايه؟ في كل المراحل هيحصل ايه؟ هيحصل توفير غير طبيعي. هنوفر بشكل غير طبيعي. هتشتري مش كل محافظه تلبس زي مدرسي. ليه؟ يعني كل محافظه لها لون في الزي المدرسي. طب ليه؟ يعني انا ممكن اشتري الزي المدرسي اكون انا مثلا ساكن في محافظه وشغلي في محافظه اخرى، ممكن اشتري وانا في المحافظه ممكن اشتري في اي حته. أي. لو وحدنا الزي المدرسي والزمنا وعملنا بادج لكل مدرسه لكل مدرسه من المدارس الخاصه بان دي المدرسه، انما الزي بتاعي واحد، كثير جدا من الدول العربيه عامل كده. هنوفر بشكل لا تتخيليه حضرتك في قطاع الملابس الجاهزه او قطاع اللبس بشكل عام في مصر. طيب دلوقتي انا كنت بقول انه التلميذ الاعدادي حاجه قلت تقريبا متوسط 350 جنيه. أي. طبعا التلميذ الواحد هيحتاج 2 يونيفورم لانه مش هيروح كل يوم طبعًا بنفس اللبس. طبعا طبعا. فاحنا بنتكلم مثلا على 700 جنيه طبعًا. التلميذ الواحد الاعدادي و500 جنيه لو انا عندي طفلين الابتدائي عشان 250 و250 ادي 1200 جنيه. صح؟ بس ده اظن للمدارس الخاصه مش انا بقى عايزه حضرتك على وجهه نظرك كولي امر، يعني كلمني هنا في النقطه دي على كولي امر ايه ملاحظاتك على موضوع انت قلت ان انا ولي امر فولي امر هتشتري بقى دلوقتي فشوف هتعمل. والله المشكله في الموضوع ده ان المدارس الخاصه فعلا بتحدد اماكن معينه تشتري منها اليونيفورم عشان هو المكان المعين ده هو الوحيد اللي عنده يونيفورم المدرسه دي. ايوه وبتروح تشتري منه بالسعر اللي هو بيقول عليه. ما بتلاقيش الاسعار دي؟ الاسعار لا اسعار غاليه جدا بالنسبه لليونيفورم. كام؟ يعني مثلا اصلا اولا في حاجه اسمها البي اي اللي هو الرياضه، بتجيب لهم طقم رياضه. احنا نسينا موضوع لبس الالعاب. لبس الالعاب وفي ده اسمه بي اي. وبتجيب لهم الطقم العاديه وبتجيب لهم الطقم اللي هو الداخلي، فدي بتخش لها لوحدها في 1500 الطقم المجمل بقى للتلميذ. ايوه يعني التلميذ الواحد بس ده احنا خلي بال حضرتك احنا عشان نركز بس في الكلام ده للمدارس الخاصه. ما هو المدارس الخاصه ما اولادنا برضو يعني ما ايوه بس مثلا هو احنا يعني احنا من ما هو على فكره ما هو المدارس هي اصلا نسبه يعني أيوة. مدارس خاصه ما هي الاسعار بتزيد عليهم هم. أيوة. كمان انا ما بتكلمش برضو على فكره على طبقه يعني الانترناشونال سكولز. اوكي انا بتكلم على اللي ده اللي على فكره اللي بيروحوا مدارس خاصه واللي بيستخدموا بنزين 92 بقت يعني ناس عاديه. أيوة. بقولش دول الاغنياء يعني. أيوة. خلاص. يعني بيستثمروا في التعليم بالظبط. أيوة. فحضرتك بتقول انه التلميذ الواحد 1500 تقريبا. مظبوط. طيب الاسعار دي سياده المستشار زادت قد ايه عن السنه اللي فاتت؟ لا قل عن 20%. هو في السنه اللي فاتت او قبلها بعد التعويم مباشره نقول الاسعار زادت 100%. بعد كده السنه دي نظر لزياده الطاقه، زياده الحاجات اللي هي اللي بتستخدم للانتاج نفسها زادت فلا تقل عن 20% زياده عن السنه اللي فاتت. عن السنه اللي فاتت بسبب يعني زيادة الطاقة، زيادة الحاجات اللي هي بتعدي على كل اللي بتعدي على الكل بس بتعدي على القطاع الصناعي وانت بتميزهوش بحاجة. يعني احنا يجب القطاع الصناعي القطاعات الصناعية عملوا دعم ينظر اليها ان ده قطاع صناعي فاتورة الكهرباء تطلع لمصنع تختلف كليتا عن استخدام بيت عن استخدام حاجات ترفيهية. خدت بحضرتك ليه؟ لانه ده بينتج عشان يبيع لمستهلك عشان اقول له انت بتغلي ليه؟ ما هو لازم يبقى له هامش ربح، لازم يبقى عنده هامش ربح. فبالتالي بحط هامش الربح بتاعه على اسعار عاليه فهتبقى الزياده زي ما احنا قلنا كده لا تقل عن 20%. جالها وقت زادت 100%. السنه اللي فاتت من 2016 ل 2017 زادت 100%. بس بالنسبه للاستيراد بقى ما زادش من السنه اللي فاتت للسنه دي. الاستيراد ما زادش ليه؟ لان الدولار ثابت من السنه اللي فاتت للسنه دي. سعر الدولار الجمركي ثابت من السنه اللي فاتت للسنه دي. سعر الجمارك ثابت من السنه اللي فاتت للسنه دي. فما الادوات الكتابيه عموما بالنسبه للاستيراد ما زادتش عن السنه اللي فاتت للسنه دي خالص. ما زادتش خالص؟ خالص. هو الورق بس اللي زاد. لا انا قدامي ارقام بتقول انها زادت 50%. لا 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 مفيش ما حصلش؟
يعني دي نفس اسعار السنه اللي فاتت؟ دي نفس اسعار السنه، يعني اسعار اللي انا بقول لك عليها اسعار السنه اللي فاتت هي اسعار نفس السنه ما عدا الورق. ما عدا الورق يعني ما عدا الكراسات والكشاكيل. بالنسبه للكراس والكشكول وبالنسبه لمعظم الحاجات اللي بتتصنع في مصر برضك، عشان بالنسبه للطاقه اللي زادت عليهم. بكام البرايه دي؟ البرايات الملونه دي يعني البرايه دي بجنيه، بجنيه مستورد. مستورده؟ اه. والاستيكه بجنيه، والقلم الرصاص المصري برضك بجنيه، والقلم الرصاص المستورد بجنيه. المصري زي المستورد بجنيه؟ ليه؟ يعني ليه مش المفروض يبقى ارخص المصري؟ اه لا هو ما هو بص حضرتك، احنا دلوقتي بنتكلم في كواليتي. الكواليتي المصري بقى منافس للاستيراد، فمعنى ان هو بقى نفس السعر بقى ده شيء كويس، ونفس الكواليتي كمان بقى الكواليتي بتاع المصري بقى عالي. وفي نفس الوقت لازم السوق يبقى فيه منافسه. لا مش معترضين، احنا بس بنتكلم على زي الاسعار. طيب احنا معانا كمان استاذ احمد ابو جبل، رئيس شعبه الادوات المكتبيه بالغرفه التجاريه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا. احنا بنتكلم على مع حضرتك دينا زهرة. يا استاذ احمد اهلا بحضرتك. اه دينا اهلا. معلش ما قالوليش حضرتك. لا يا فندم ولا يهمك. بنسال على الاستعداد للموسم الدراسي الادوات المكتبيه يا استاذ احمد. يعني احنا معانا استاذ علاء ومعاه بعض النماذج للادوات المكتبيه، يعني مخصصه ل او بتستهدف محدودي الدخل. ما زادتش هي عن السنه اللي فاتت الادوات المكتبيه يا فندم؟ بص حضرتك، بالنسبه للادوات الكتابيه لازم نقول في تباين في الاسعار. طب الادوات الكتابيه هي بتتقسم ازاي؟ ادوات، والادوات دي قلم رصاص وقلم جاف واستيكه وبرايه ودباسه وخرامه، دي الادوات. وفي الورقيات، ودي ورق. وده الجزء الثاني. والجزء الثالث الشنطه المدرسيه، ودي بتخش ما بين المصاعات الجلديه وبين الادوات الكتابيه. دول الثلاثه التباين اللي بيحصل ايه. طب معلش انا، طب والزمزميه وشنطه الاكل او اللانش بوكس، دي كلها ادوات. دي كلها ادوات. دي كلها ادوات. بالنسبه للادوات تقريبا في ثبات في الاسعار نتيجه ثبات كل عوامل الاستيراد زي الدولار والدولار الجمركي وكل حاجه. مفيش اختلافات، حتى مش السنه اللي فاتت وبس، لا الترم الاولاني بتاع سنه 2017 اللي هو يناير فبراير 2017 وسبتمبر 2017 وبعدين في 2018. لو جينا بعد كده اهوت قلنا دي بالنسبه للادوات. بالنسبه للورق هو بالفعل زاد ما بين 25% و30%. ايه هي زياده ليه؟ اللي هو الكراس والكشكول. ايه سبب الزياده؟ سبب الزياده زياده السعر داخليا وعالميا، سواء كانت من الشركات المصريه شركه انا او شركه ايترو او سعر الاستيراد العالمي. الورق المحلي كان سعره السنه اللي فاتت 15300 جنيه للطن. النهارده سعر ايتسو او انا في حدود 19000 جنيه للطن. طب ايه اسباب الزياده؟ اسباب الزياده متعدده، هاخد وقت البرنامج كله فيها. في حرايق حصلت في البرازيل، في حرايق حصلت في اندونيسيا في غابات الورق. الصين دخلت مشتريه ل 45% تقريبا من الانتاج العالمي نتيجه زياده الاستهلاك اللي عندها ونتيجه التصدير بتاعها. دي عملت داون كبير في المعروض وخلقت عندها طلب كبير. كل دوت زود الاسعار باسعار الورق ب 25%. ال 25% دي اتردت على طول على ده، رغم ان الدولار ما زادش. يعني الزياده الحاصله دي رغم ان الدولار ما زادش. لكن سعر الورق المستورد من 800 دولار ل 1050 دولار، اما تحسبيهم هو 25%. نسبه التصنيع مش كتير. طيب ده بالنسبه للورق. بالنسبه للشنطه في تباين في سعرها. الشنطه الغاليه استنت زي ما هي، الشنطه العاديه بدا سعرها ينزل نتيجه وجود سعر مستورد، سعر منتج محلي جديد موجود في مصر. المنتج دوت بدا يخفف الوطأة على الطلب في الشنطه العاديه، لان الشنطه في منها ناس لحد دلوقتي بيعتمدوا على البراند وبيعتمدوا على العلامة التجارية. ودي بصراحة الشنطة بتاعتها غالية، وما تقدرش تحكم على الناس فيها، لأن كل واحد صعبه علامة تجارية، هو أحق بأن هو يحط سعر اللي هو عايزه. لكن الشنطة العادية بدأ فيه دلوقتي حاجات ب 120 جنيه و150 جنيه. دي العادية. عايزين نقول لكن الأسعار الشنطة اللي هي البراندات العادية. ودي رخصت؟ يعني دي رخصت عن السنة اللي فاتت؟ لا ما رخصتش، لا ما رخصتش عن السنة اللي فاتت. لا. ما رخصتش. دي ما نقدرش نقول سعرها عشان سعرها مستفز يعني بصراحه. ده 120 جنيه ده سعر التكلفه ولا البيع؟ 20 جنيه. ايه؟ ال 120 جنيه. 120. ال 120. لا لا ده سعر البيع. مستهلك. سعر البيع.
أنا... في 400 في 300 في يعني ال 120 جنيه. طب الشنطه اللي ب 120 جنيه دي يعني موجوده فين؟ بتتباع فين؟ موجوده في الدرب الجديد، في الموسكي، موجوده في الفجاله، يعني موجود في شنط زي ما بقول لحضرتك ابتداء من 120 جنيه لحد 1200 جنيه لحد 1500 في هايبرات كتير زي ما انت عايز. يعني زملائي بيقولوا لي لا ما فيش، بس هي في المناطق دي، في المناطق اللي حضرتك بتقول عليها ممكن اجيبها لكم معايا. ايوه بالظبط كده، في المناطق دي. صناعه بدانا. بص حضرتك البرنامج وقته ما يسعش لان احنا نقول بالفعل. انا كنت مع الدكتوره لميس حديد الحديد السنه اللي فاتت وقلنا ان في الدوله حطت قواعد جديده لنهوض الصناعه المحليه، والقواعد ديت الحقيقه ردت مع الادوات الكتابيه. ما كانش في صناعات قبل كده زي اللانش او الزمزميه او شنطه المدارس كانت تقلصت تماما. طيب. كل ديت مع القواعد الجديده اللي هي قانون الاستثمار الجديد، قانون الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر، تمويل البنوك ل 5%، مهما كانت تحرير سعر الصرف وقساوته والقسوه بتاعته، كل العوامل دي مجتمعه تأدت لي ان هي بدأت ترد مع صناعات عامة والادوات الكتابية خاصة. طيب. وبدأ يبقى فيه نهوض بالادوات الكتابية. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا استاذ احمد ابو جابر رئيس شعبة. اسأل حضرتك اذا كان في تراجع في المبيعات، في ركود، في تراجع السنة دي عن السنة اللي فاتت، ولا لانه يعني باستثناء الورق الاسعار ثابتة فما حصلش؟ لا لا، صعب جدا تلاقي تراجع في الادوات الكتابيه عشان خاطر الموسم الدراسي دوت. يعني ممكن اولياء الامور ما ياكلوش ويشربوا ويجيبوا لاولادهم حاجات المدارس، دي ما فيهاش نقاش. فهو لا ما فيش تراجع خالص، بل بالعكس هو ممكن بس ان ولي الامر بدل ما ينزل يشتري حاجه السنه كلها تبقى عيب عليه كتير، عنده ثلاث اطفال مثلا يجيب لهم ب 600 او 700 غير اليونيفورم. ممكن بقى ياجل الموضوع شويه، ينزل يشتري في الترم الاول مثلا حاجه الترم الاول، وينزل في الترم الثاني يشتري حاجه الترم الثاني عشان العيب ما يبقاش كبير عليه. ما يبقاش كبير. طب بالنسبه للملابس حصل تراجع؟ لا ما حصلش طبعا تراجع، لانه طبعا ده في بالعكس العدد بيزيد ما بيقلش. فبالتالي ما بيبقاش في تراجع يعني. عندنا بقى هو بالنسبه للملابس بالذات ما بتستمرش طول السنه. الملابس مده معينه، مده المدارس، وبتنشال من المحلات كلها. فبيضطر ولي الامر يشتري احتياجه يعني بشكل كامل يعني. لكن يعني زياده ال 20% اللي حضرتك قلت عليها بالمقارنه بالسنه اللي فاتت ما اثرتش على حجم المبيعات السنه دي، يعني موسم زي كل موسم عادي جدا. اصل المدارس بالذات، المدارس بالذات لازم احتياجات، ولا يعني الا اولادنا يعني لازم بنشتري احتياجاتهم بالنسبه للمدارس. اذا كانت بقى زي ما قال استاذ علاء كده في الادوات المكتبيه والكلام ده بياخدوها مراحل. لا ممكن هيلاقي الكشكول ده موجود على طول في مكتبات موجوده مستمره بتبيع طول السنه كده. اما صناعه الملابس والحاجات دي بتبقى عمليه موسميه، لازم ينزل ياخد حاجته كلها على بعضها. هل في مبادرات طرحت لتخفيض الاسعار؟ اتصور انه كان في معارض كانت بتعملها. طبيعي في احنا النهارده كان في اجتماع، وده اجتماع عام على مستوى الجمهوريه كله في كل المحافظات عندنا في الغرفه التجاريه، بس انا كنت فايت الاستثمار النهارده فما حضرتش. ولكن طلعوا النهارده بنتائج انهم هيعملوا ثلاث معارض على مستوى محافظه الالويه على سبيل المثال. برضو المعارض دي ايه؟ يعني عباره عن من المصنع بنسبه كبيره للمستهلك، فهتوفر الوسيط بنسبه كبيره. حتى المحلات اللي هي عندها منتجات ممكن تنزل بالمتبقي عندها من العام الماضي اللي زي احيانا ما بتغيرش، خدت بقى حضرتك، ينزل يبيع هيبقى اسعاره اقل. فهو احنا دايما بنعملها في دخول المدارس، بنعملها دايما في كغرف تجاريه، بنعملها دايما في دخول رمضان، في الاعياد، في المناسبات يعني. طبعا المواد الغذائيه والحاجات الاخرى اسهل نسبيا عندنا من الزي المدرسي. فطبعا بيشارك معانا كل الادوات المكتبيه، كل ده بيبقى كوكتيل، بيبقى كله مع بعضه يعني. المعرض شامل كل حاجه، شامل كل ما هو يلزم المدارس، خدت بقى حضرتك. فدي انا ببص برى ان الموضوع ده بيساعد كتير جدا المستهلك، وبيديله سعر مميز لان كل الموجودين بنفس بعض. لا يعني. وبعدين السوق بقى مفتوح يعني. المستهلك دلوقتي بقى ينزل لاماكن التجمعات، وبقى فيه دلوقتي مواقع على النت بتدي اسعار كويسه، وبقى فيه الهايبرات بتعمل عروض كبيره جدا. يعني الموضوع بقى فيه منافسه، وبقى يعني النت دلوقتي ممكن يخش يشوف اسعار الحاجات بصوره سهله جدا. وده في موقع اسمه الفجاله، وفي يعني في مواقع بتتعمل للموضوع دوت يشوف الاسعار اللي موجوده في الفجاله كمان. طيب هل استخدام يعني اتجاه وزاره التربيه والتعليم لاستخدام التابلت ممكن ياثر على مبيعات الكراسه والقلم؟ والله احنا نتمنى ذلك. هو هياثر على مبيعات الكتب الخارجيه. نتمنى انه ياثر؟
ايه؟ نتمنى انه يؤثر. لا نتمنى النجاح، لو اصل احنا حضرتك احنا برضك اولياء امور وتجار واحنا مصريين. فاحنا يعني بنتمنى ان المواطن ولي الامر يقدر يصرف على اولاده ويقدر يلاقي الحلول البديله ان هو بدل ما يقطع مجال. يعني هيأثر، حضرتك شايف انه طبعا هيأثر. يعني هيأثر دلوقتي التابلت قدام التابلت مش هيبقى معايا كراسه مش هحتاج. لا الكراسه والكشكول دي لازم عشان خاطر الكتابه وال ما لازم الولد يتعلم يكتب ويقرا وكده. التابلت ده عباره عن المنهج كله هيبقى معايا في التابلت، انما هو عشان يذاكر لازم يكتب ولازم في هوم ورك يكتبوه الكلام ده كله يعني لازم. الكتب الخارجيه هي اللي هتتاثر، الكتب الخارجيه بدل ما هو شايل شنطه على كتفه ورايح بيها المدرسه بيشيله شنط. انا بقول حرام يعني هو بس هو عايز يبعد عن الدروس الخصوصيه. يعني انا عندي جمعيه فيها ما يقرب من 3500 طالب من حضانه لثانوي عام. يعني احنا سعدنا جدا جدا بان احنا نطبق هذا النظام. هو يعني احنا عايزين نبعد عن الدروس الخصوصيه بالقدر المستطاع عشان ما نرهقش اولياء الامور، واحنا اولياء امور. صحيح. طب خليني اسال حضراتكم اخر سؤال، يعني نصيحه تقدمها لاولياء الامور، هل في اماكن يقدر يشتروا منها الزي المدرسي ارخص؟ هي الاماكن، بص حضرتك الاماكن المعارض اللي هتقام داخل المحافظات اكيد سعرها وهو هيبص على سعر، سعر مميز وقريب جدا ليه، غير ما ينزل المناطق الشعبيه اللي قال عنها الاستاذ برضو دي مناطق فيها اسعار ارخص. بس هي القضيه وليست في الارخص، القضيه في المكون. بس يعني بالنسبه للملابس بالذات يراعي الحته دي في شرائه للمنتج اللي بيشتريه، ما يبصش على ارخص قوي بالقدر ما يبص على جوده المنتج نفسه اللي بيشتريه عشان يعيش معاه ومش بعد يعيش شهرين معاه وبعدين يتقطع. يعني اطفال احنا مش عايز نستخدم الحاجات اللي فيها بوليسترات كتيره وكلام من ده، احنا الملابس الجاهزه دي عباره عن طبخه خليط بتحط قد ايه نسبه قطن 100%، بتحط قد ايه بوليستر، بتحط كده، فلابد انه يراعي الحته دي ويشوف محلات مميزه واماكن برضو تكون كويسه واسعارها كويسه يشتري منها. ده النصيحه يعني. استاذ علاء نفس السؤال، في اماكن ارخص ممكن حضرتك تنصح بيها اولياء الامور؟ طبعا زي تجمعات الفجاله ودرب الجديد والموسكي او يروح للمكاتب الكبيره او دعايه برشا. دي دعايه جامده قوي. لا هو الاماكن دي معروفه مش يعني هي دي اماكنها دي ارخص من يعني المكتبه العاديه اللي ممكن يلاقيها في اخر الشارع اللي في بيته مثلا. طبعا لو بينزل كمان بيشتري بالكميات بالجمله وكده هيلاقي فروقات كويسه يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ علاء عادل عضو شعبه الادوات المكتبيه بالغرف التجاريه، بشكرك شكرا جزيلا مستشار حمدي ابو العنين رئيس شعبه الملابس الجاهزه باتحاد الغرف التجاريه ووكيل الغرفه التجاريه. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نلتقي مجددا ومعارض ديارنا والاسر المنتجه. أهلا بحضراتكم مرة تانية وحديثنا في الفقرة الأخيرة من حلقة النهاردة عن الأسر المنتجة وكيفية دعمها من خلال استراتيجية من ضمنها مثلا تنظيم معارض زي معارض ديارنا علشان تعرض هذه الأسر المنتجة منتجاتها، منتجات من السجاد، من الأكسسوار، من الصدف، من الجلود. الحقيقة عن تجربة شخصية واحد من هذه المعارض اللي حضرتها، مجموعة متنوعة وإبداع متناهي الحقيقة، حاجات تحفة شكلها حلو جدا، أسعارها معقولة جدا، الأهم من كده أنها من إنتاج ولاد البلد، الأسر اللي حوالينا في كل مكان ممكن تكون هي فعلا يعني صاحبة البراند والعلامة دي اللي بنشوفها في المعارض. خلونا نتكلم على الأسر المنتجة، إزاي ممكن ندعمها، معارض ديارنا إزاي مهمة بالنسبة لهذه الأسر المنتجة. بتشرفنا في الاستوديو مهندسة أماني غنيم رئيسة الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية في وزارة التضامن الاجتماعي، أهلا بحضرتك يا فندم. خلينا نتكلم على هذه المعارض مبدئيا، اهميتها للاسر المنتجه وبتستهدف مين تحديدا، مين اللي بيشارك فيها؟ اولا انا بشكرك على المقدمه الجميله دي، انت وفرتي عليا كتير قوي 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 لان هم يستاهلوا فعلا. الله يخليك فعلا. اشكرك وده شكر بالنيابه عنهم طبعا، وده اللي احنا مستنيينه من الاعلام، لان الاسر دي مشروعات متناهيه الصغر موجودة في بيوتها، موجودة في ورش صغيرة، فمحتاجة فعلا تركيز وتسليط الضوء عليها علشان نقدر نظهرها، لأن هي دي اللي هتكون القاطرة بتاعة التنمية الاقتصادية في مصر إن صحيح. شاء الله صحيح. وفي مصر كنز اسمه كنز الأسر المنتجة، سواء من خامات ربنا حباها مصر، حبا أرض مصر بيها، ودي الخامات دي اللي بناخد فعلا منها ونبدأ نعمل المشروعات متناهية الصغر دي على
مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظات. فإذا هذه المعارض لأصحاب المشروعات متناهية على مستوى الجمهورية أيا كانت هذه المشروعات، أيا ما تكون المشروعات، مهم تكون مشروعات حرفية متميزة يدوية من التراث المصري، وبنحافظ فيها على التراث المصري والمنتجات المتميزة بتاعت مصر. طبعا معرض ديارنا هو معرض الأسر المنتجة المصرية، شعارنا من بيتنا لبيتك، لأن ما فيش وسيط بين المنتج والمستهلك. العارضين نفسهم هم اللي بيبقوا موجودين في المعارض بيعرضوا منتجاتهم، وفي نفس الوقت بيتجاوبوا مع العميل نفسه بحيث ان هم يعرفوا ايه اللي ممكن يطوروه في المنتج، ايه الحاجات الجديدة اللي هو العميل عايزها يقدر هو يعملها. لما بيكون في وسيط ما بيقدرش يوصل المعلومة دي. طبعا كان بناء على توجيهات دكتورة. وتبقى المنتج اغلى؟ لا صحيح؟ لا طبعا. لما بيكون من المنتج، لا لما يكون في وسيط، لما بيكون في وسيط طبعا هيكون هيكون في نسبه طبعا والى اخره، لكن من بيتنا بس من بيتنا لبيتك دي ما فيهاش حاجه. صحيح. وطبعا بناء على توجيهات الدكتوره غاده والي وزير التضامن، ان احنا نعمل عمليه تكثيف لمعارض ديارنا في خلال المحافظات كلها. وكان اهم حاجه عملناها هو احنا بداناها بصراحه من صيف 2017 وعملناها في مطروح، وكانت الدوره الثانيه في مطروح كان عليها اقبال كبير جدا، قعدت شهر طول فتره شهر 7 كان موجود في مطروح. معرض ديارنا في مطروح استمر شهر، كان في جمعيات كتيره حوالي 10 جمعيات تقريبا من جمعيات الاسر المنتجه وجمعيات التنميه، بالاضافه طبعا لشركه القبضه الغزل والنسيج، لان احنا بنحب دايما نشاركها في معارضنا لان بيبقى عندها خامات كويسه جدا بتفيد بيها الجمعيات وبتفيد بيها الاسر، اذا كانت اتواب من التيل، اذا كانت قماشات للملابس، كل الحاجات دي. فطبعا عملنا ديارنا في مطروح في شهر 7، عملنا ديارنا في اسكندريه، عملنا ديارنا في راس البر مخلصينه قبل العيد، كل سنه وانتم طيبين، كان يوم 18 انتهى. طبعا عملت رواج كبير جدا جدا، اولا بتستهدف المشروعات متناهيه الصغر والاسر اللي بتنتج المنتج في بيتها، تاني حاجه عمليه انتشار لمشروع الاسر المنتجه، لان في كتير جدا ما كانوش يعرفوا ايه مشروع الاسر المنتجه. ازاي انا طبعا بعمل منتج، طب اوديه فين، طب اديه لمين، طب ازاي اعمل له عمليه التسويق، طب هل انا لما هبيعه بالسعر اللي انا عملته ولا هتغيروا لي فيه. طبعا كل الحاجات دي بيبقى لها دراسه في جمعيه الاسر المنتجه، واحنا عندنا 27 جمعيه اسر منتجه على مستوى الجمهوريه. في كل محافظه في جمعيه اسمها جمعيه الاسر المنتجه، وفي طبعا مديريه التضامن الاجتماعي داخلها اداره الاسر المنتجه، طبعا ده جانب حكومي وده جانب اهلي. من خلال جمعيات الاسر المنتجه بيتم تسجيل الافراد نفسهم اللي عايز يعمل مشروع اسر منتجه، انا عايز اعمل مشروع ايا ما يكون، ملابس، مفروشات، جلود، اكسسوار، اي ما يكون، اكل، مأكولات طبعا، لان احنا عندنا مأكولات مصرية جميلة جدا جدا، ودايما المأكولات المصرية في كل ديارنا بنعمله سواء في المصايف او في غيرها بيبقى عليها اقبال كبير جدا وبتخلص بسرعة وبيجيبوا تاني بيتي بقى بالظبط وبتبقى طازه. فطبعا كل المنتجات دي بيعرضها العارضين نفسهم اللي بينتجوها. فطبعا بيكون عليها اقبال كبير جدا. في ناس بتبقى عايزه تعرف تشترك ازاي، بتروح على جمعيه الاسر المنتجه بتشترك في انها تسجل نفسها اسره منتجه، طبعا الاشتراك بدون اي مقابل بالبطاقه الشخصيه، المهم يكون عدى 18 سنه مش اقل من 18 سنه. وانتوا بقى بتراجعوا على المشروع بتاعه؟ طبعا طبعا. في طبعا اداره الاسر المنتجه وفي جمعيه الاسر المنتجه لازم يشوفوا المشروع ده، يعني ايه هو المشروع وهل هو مشروع بيئي فعلا، منتج هينتجه، المنتج اللي هينتجه ده هل السوق في احتياج لي ولا انا هنتج المنتج واحطه بس عشان اساعده، لان حته المساعده دي انتهت من زمان. دلوقتي انا لازم اعمل منتج ابيعه ولازم يكون السوق في احتياج لي علشان اقدر اطوره واقدر اشغل الاسره دي، مش الاسره دي بس، الاسره والاسر اللي معاها. دي مهمه قوي علشان ما يروحش بمنتجاته ويرجع بيها هي محدش، يبقى انا ما ساعدتوش بحاجه. طيب يعني دي دراسه جدوى
طبعا يعني طبعا بيبقى في دراسات جدوى طبعا بروفيشنال معاهم ولا في جمعيات قاعده يعني لا 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 بروفيشنال طبعا يعني متخصصه طبعا ولا بتبقى قاعده يعني 1 تو 1 يعني قاعد مع صاحب أيوة المشروع ويقول وفي متخصص في المشروع نفسه ايا ما يكون نوعه لان برضو في مشروعات عندنا من خلال المشروعات اللي بتتعمل مشروعات زراعيه فطبعا لازم يكون في متخصص في المشروع علشان يقدر يفهم كويس قوي انت هتعمل المشروع ده ليه الناتج منه هيستفيد منه قد ايه مش مجرد هتكسبي ولا مش هتكسبي لان لو مش هتكسبي يبقى المشروع ملهوش اي لازمه فلازم ده بيدفع له رسوم لا مفيش يعني اي رسوم لا 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 خالص وهذه النقاشات خالص خالص, خالص هو اشتراكنا حتى اشتراك الاسر في المعارض بتاع ديارنا اشتراك مجاني لان الوزاره اللي بتتحمل كل المصروفات من إقامة معرض ودعاية وإعلان بالتعاون طبعا مع المحافظة والسادة المحافظين طبعا متعاونين جدا مع الدكتورة غادة والي في الموضوع ده وسهلوا علينا حاجات كتير جدا في الدعاية والإعلان والافتتاحات بتاعة المعارض واستقبال العارضين نفسهم يعني كان عندهم روح جميلة جدا جدا شجعوا كل العارضين اللي موجودين طبعا أنا عايزة أقول حاجة مهمة جدا في معارض ديارنا إن العارضين اللي بيكونوا موجودين مش بيعرضوا منتجاتهم وبس يعني بيعرض وراه كذا أسرة يعني أنا ببقى مشتركة في المعرض باسمي مثلا ورايا أسر تانية ورايا أفراد بالظبط بالظبط كده فعلشان كده لما بنقول عدد المشاركين بنقول الجهات عددها مثلا 8 جمعيات أو 10 جمعيات لكن في الحقيقة عدد الأفراد بيبقى أكبر من كده كتير طب هل أنتم ممكن تقدموا أفكار لمشروعات ممكن الأسر تبقى عايزة تنتج بس مش عارفة تعمل إيه أي مشروع شوفي هقول لحضرتك على حاجة هو إحنا عندنا مشروع الأسر المنتجة قرض وتدريب وتسويق في الأول أنا ببقى محتاج قرض مثلا عندي فكرة المشروع ومحتاجة قرض فبيتقدم للجمعية بيطلب القرض احنا حقيقي قروضنا قليلة شوية بس هي من 1000 ل 5000 جنيه بس بتعمل حاجة يعني مثلا احنا في خلال 2017-2018 كان بلغت القروض اللي تم تقديمها للمحافظات كلها على مستوى الجمهورية كان حوالي 80 مليون جنيه كام يا فندم؟ 80 مليون جنيه ده فايدة ولا من غير؟ لا بفايده طبعا لا بفايده طبعا بفايدة. بس فايده قليله فايده قليله يعني في حدود 8% تقريبا قليله جدا جدا عشان وفتره السماح كمان بتبقى اطول علشان يقدر العميل يشغل القرض بتاعه ويقدر يجيب منه انتاج بس البنك المركزي بيدي 5% على لا ما احنا مش البنك مش على الصغيره والمتوسطه ما احنا اصلنا بناخد الفلوس ده في جمعيات يعني كبيره بتقرض باكبر من كده فاحنا يعني بنحاول على قد ما نقدر بنحاول على قد ما نقدر لا هي ما تعتبرش حكومه برضو لان القروض دي بتاخدها جمعيات الاسر المنتجه يا اما من الصندوق الاجتماعي يا اما من صندوق اعانه الجمعيات في الوزاره فطبعا القروض دي بتتاخد بفايده بس هي مصدر فلوس جاي منين؟ جايه من الصندوق الاجتماعي يعني الجمعية بتاخد مثلا أي جمعية أسر منتجة أو جاية أي جمعية تانية بتاخد مثلا 2 مليون جنيه طب هو حكومة من جمعية الأسر من الصندوق الاجتماعي الصندوق الاجتماعي بياخد فايدة علشان يديها للأفراد لازم هو كمان ياخد فايدة فعلى بال ما بيديها للأسر فبتكون كده طبعا من ضمن عدد الأسر اللي في 2017-2018 حوالي 19700 ده في السنة الواحدة لو هنيجي نقول العدد التراكمي بتاعنا من سنة 64 من منذ إنشاء المشروع هنقول احنا وصلنا تقريبا ل 2,900,000 أسرة من سنة 64 لأن مشروع الأسر المنتجة تم إنشاؤه سنة 64 وفضل مازال مستمر لحد النهاردة بل بالعكس بقى يعني في الفترات الأخيرة نقول من 2006 مثلا بدأ ياخد شكل ديارنا بدأ يبقى له اللوجو بتاعه بدأ يبقى له الشعار بتاعه من بيتنا لبيتك فطبعا بدأ يكون فيه اهتمام أكبر وخصوصا أن في نسبة بطالة ما فيش تعيينات فطبعا بدأ الشباب أنه هو يتجه لأن هو يبقى له مشروعات خاصة طب بيبيع بقد إيه المعرض عشان يعني نبقى عارفين اذا كان شوفي هقول لحضرتك على حاجه
آخر معرض لديارنا كان في القاهرة، كان في ديسمبر 2017، كان بايع، وطبعا إحنا ومشروعات الصندوق الاجتماعي، وكان في بعض جمعيات سيناء، لأن كان ساعتها كنا واخدين شعار كلنا سيناء، كان بايع ب7,300,000. ب7,300,000. اللي في القاهرة بيبيع أكتر من اللي في المحافظات؟ طبعا اللي في القاهرة بيبيع أكتر. ليه؟ لأنه بيبقى مجمع كل محافظات الجمهورية، ال27 جمعية بالإضافة لجمعيات التنمية، بالإضافة للمستفيدين من قروض الصندوق الاجتماعي، لأن احنا بنحب دايما ان احنا ندخل كل المشروعات الحرفية والمنتجات اليدوية التراثية، علشان نحاول نعمل دمج بين الصغيرين والكبار، بحيث ان هم يقدروا ان هم يتعلموا من بعض. بنستفيد برضو من بعض الجهات التدريبية انها تيجي تطور المنتجات وتشوف العارضين وتقدر تطور معهم المنتجات. طب وهذه المبالغ بقى بيتم يعني توزيعها ازاي؟ لا، هي ما بيتمش توزيعها، لان هي دي اصلا بتبقى الاسر او الجمعيات بتبقى هي اللي بتبيع، فبتعود عليهم هم، لان هم بيرجعوا للاسر بيها، وبيبقى في دوران لراس المال. يعني ده المقابل اللي بياخده مباشره. بالظبط، الاسره المنتجه. هو اللي بيحصل، بس طبعا لان المعرض بيبقى كبير وهو ما بيدفعش مقابل الاشتراك في المعرض، بتتحمله الوزاره كل القيمه بتاعه تجهيز المعرض. هو بيدفع بس 10% من قيمه المبيعات. العشرة في المية دي بتروح للوزارة. بيدفعها للجمعية؟ لا، للوزارة. يعني 10% من مبيعات الجمعية. يعني مثلا في فرد مثلا باع بألف جنيه، الألف جنيه دي هيورد منها 10% على أساس إن هي كمقابل مصروفات إدارية أو مقابل بتقوم به الوزارة، بتجمعه، بتصرف على الدعاية والإعلان، بتصرف على. بس كتير قوي. لا، مش كتير ولا حاجة. ما هو هياخد كام؟ هو هيكسب كام؟ لا، بسم الله ما شاء الله. شوف 7 مليون بقى يطلعوا الـ10% بتاعهم قد إيه. يعني مش 10% من الربح؟ لا، مفيش ربح. هو بيبيع المنتج بتاعه، انا بعت ده ب10 جنيه، هورد جنيه. اي بس هو هياخد، هو واخد كمان من ال10 جنيه كامل؟ يعني هو كسبان؟ لا، هو عامل الحاجه بمكسب بسيط جدا، بيجمع المكسب والناس بتبقى مبسوطه جدا. مش المكاسب اللي حضرتك متخيلاها 100% و500% والحاجات دي. لا، المكاسب ليه؟ لان بيبقى اصلا على المنتج في اجره تشغيل. الوزارة بيبقى من عليها رقابة برضو على المنتجين، بيبقى مش كل واحد بيعمل منتج بيطلعه بمزاجه. أنا فاهمة، أقصد ليه ما تاخدوش على الربح مش على المبيعات؟ ما هو على الربح، يعني صافي الربح، يعني هو باع بألف جنيه بس كسب 200. لا، أنا ماليش دعوة بالمكسب، المكسب مش بتاعي، المكسب مش بتاعي، المكسب مش بتاعي، لأن إحنا بنعمل حصر للمبيعات. كإدارة معرض وكوزارة بيبقى في حصر للمبيعات، أنا يهمني المبيعات. انت بعت بكام؟ الربح بتاعك بقى انت هتطلعه. ايوه، بس اللي هو المعرض مثلا اللي بسبع 7 مليون ده، حضرتك كده خدت منه 700,000. طب ده ما هو مش لوحده، مش مجاني بقى؟ لا، مش لوحده يا فندم. لا، مش لوحده. ما هو ال 700,000 دول راحوا فين؟ دول دخلوا في حساب الاسر، المشروع الاسر المنتجه، علشان المعرض. انت حضرتك ما بتتخيليش هو بيتكلف قد ايه. لا، انا مش معترضه. بس هو مش مجاني بقى؟ لا، يعني هو مجاني. لا، لو انا حضرتك هقول لحاجه، في جهات بتأجر المتر الواحد بيبقى ب 500 جنيه. هي بس الشكل مختلف. لا، مش مختلف. يعني شكل العائد مختلف. حضرتك بتاخديه بعد ما يبيع. بالعكس بقى، بالعكس. انا بأجره. انا من البرنامج بتاع حضرتك بقى هنا بقول لك ان في معارض كتيره جدا بيدفع فيها القيمه الايجاريه العاليه دي، وما بتجيبش نص المكاسب اللي احنا بنجيبها. لا، انا مش معترضه، بس ده مش مجاني بقى، ده مش معرض مجاني. يعني مش مجاني، مش مجاني. لا، مجاني ما بيصرف، ما بيدفعش حاجه. هو بيشترك ما بيدفعش حاجه. ايوه، هو بيدفعش. لما ياخد مساحه، لما ياخد مساحه 12 متر لما ياخد مساحه 12 متر وهيدفع فيها 500 جنيه في المتر، هيدفع له كم قيمه ايجاريه؟ هيدفع 6000 جنيه. لا، هيدفع كام؟ هيدفع 6000 جنيه. ماشي، هيدفع 6000 جنيه. طيب، اما يدفع 6000 جنيه هيبيع بكام؟ ولو باع ب60,000 جنيه مش هيبيع ب60,000. فهو هي الناس فعلا راضيه، وفي توافق بين الوزاره وبين العارضين، ولذلك بيبقى في اقبال كبير جدا 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 على معارض ديارنا والمشاركه فيها.
فإحنا يعني بنرحب بكل الـ الشباب وبكل القادرين على العمل إن هم يبقوا مسجلين معنا أسر منتجة. قلنا في تدريب بيبقى فيه من خلال مراكز التدريب، عندنا 420 مركز تدريب بيجوا يتدربوا. طبعا التسويق بيبقى في معارض الأسر المنتجة اللي احنا اتكلمنا عنها. يعني كامل نقاش مع حضرتك يا باشمهندسة، بس خلينا نخرج لفاصل ومن بعده نعود لاستكمال النقاش. مرة تانية الأسر المنتجة واستراتيجية دعمهم مع مهندسة أماني غنيم رئيس إدارة المركزية للتنمية الاجتماعية في وزارة التضامن. مهندسة أماني، نقطة القرض حضرتك قلتي أنه يعني أقرضت أسر ب 80 مليون جنيه صحيح لتقريبا 20 ألف أسرة. طيب ده في خلال سنة، في خلال سنة اللي هو العام المالي 17-18، يعني من يتعثر بقى في أنه يسدد أقساطه بيحصل معاه إيه؟ لا هو للأسف أن يعني الحمد لله ما فيش تعثر للاسف. انت عارف كويسه للاسف للاسف الحمد لله مفيش حد اتعثر. طبعا الحمد لله مفيش، لان بيبقى في فتره سماح في الاول بتبقى من شهر لثلاث شهور، فطبعا دي بتخليه يبدا يشغل الكارد بتاعه ويقدر يشغله. وبعدين علشان بيبقى في دراسه جدوى طبعا للمشروع قبلها، فما بيبقاش فيه تعثر الحمد لله. طب لكن لو في يعني لو حصل بيكون لا لو في بيبقى في جدوله للقرض ان هو يبدا يسدد القرض بطريقه تانية اخرى، والحمد لله برضو ان معظم الاسر ما بيبقاش فيها تعثر. ايه شروط يعني اقراض الاسره؟ ان زي ما قلت لحضرتك ان هو ما يقلش عن 18 سنه، بيبقى فيه ضامن علشان برضو القرض نضمن ان هو هيتسدد. بيكون في ضامن واحد في ضامن واحد بيبقى في المدينه نفسها، مش لازم يكون موظف حكومه. والله هو لحد دلوقتي موظف حكومة. لحد النهاردة الشروط ان هو يكون موظف حكومة. طب ليه؟ علشان تضمني ان هو بيقبض مرتب، لان غير كده مش هتقدري تتحكمي في في حاجة تانية. بس هو لو عنده ضامن يعني لو عنده والله المهم يكون الضامن، المهم يكون الضامن ليه مصدر رزق ثابت ومعروف هو سكنه فين وسيرته طيبة. وغالبا في المحافظات وفي القرى بيضمنوا بعض، ما فيهاش موظفين حكومة فبيضمنوا بعض، فدي بدي في حد ذاتها بتبقى ضمان يعني وامان. انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا في خلال 2017-2018 عملنا 11 معرض اللي هو اللي انا قلت لحضرتك من خلال القروض، لانه عايز يتدرب عليه. لكن انا عندي عايزه اعمل مشروع وعارفه انا بعمل ايه وعايزه بس قرض ما فيهاش مشكله. فطبعا المعارض اللي احنا بنعملها، هل في مشروعات جاهزه ممكن الناس يعني تروح وتعملها؟ يعني هو غالبا اللي بيروح بيبقى عارف هو هيعمل ايه، مش لكن لو مش واحد بيسأل. عايز يعمل مشروع بس مش عارف هو ايه، ممكن تقولوا له مثلا في مشروع ما هو ده اللي بيتدرب عليه. ما هو ده اللي بيتدرب عليه، هو ده اللي بيتم تدريبه. ان شاء الله باذن الله احنا هنعمل زي ما قلت لحضرتك في سبتمبر هيكون في معرض فيرنكس ان شاء الله في دمياط. ده علشان ده متعلق بالاساس مدينة فقط، الاساس ومكملتها. يعني ده مش هيكون مفتوح بقى اي بقى في يعني مدينه، هيبقى في مدينه لا اقصد مش مفتوح مثلا للمأكولات لا 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 يعني متخصص الموبيليا ومكملات. الموبيليا ومكملات ده اللي في سبتمبر ان شاء الله، وفي نوفمبر اللي في ان شاء الله بقى اللي هو ديارنا الكبير بقى ان شاء الله اللي هيكون في صاله الصندوق الاجتماعي. طيب نقطه بس اخيره المتعلقه بقاعده البيانات، انتوا عملتوا موقع الكتروني ده تم تدشينه طبعا، تسجلوا يعني مشاركين علشان نقدر ليه، لان زي ما قلت لحضرتك في ناس كتير قوي مش عارفه ازاي تشترك في معارض الاسر المنتجه. فتم اعلان عن معرض ديارنا، وطبعا علشان الدخول عليه بيبقى من دخول موقع الوزاره. بيلاقي صوره معرض ديارنا وفيها وراها كذا استماره، ثلاث اربع استمارات كده بالتوالي بيدوس عليهم وبيملى البيانات. احنا الهدف منها ان احنا نعمل قاعدة بيانات للحرفيين على مستوى الجمهورية، لأن إحنا مش قادرين لحد النهاردة نعمل حصر للحرفيين كلهم. وبعدين اللي مسجلين أسر منتجة برضو عددهم قليل، إحنا عايزين نزود العدد أكتر، وعايزين زي ما قلت لحضرتك 2 مليون 900 ألف.
احنا عايزين اكتر. انت بتتكلمي على من 64 احنا عايزين اكتر، طبعا واللي تم تسجيله بقى على الموقع لسه طبعا بالتوالي لحد النهارده بيتم تسجيله، وعايزين الحرفيين علشان نقدر نستفيد بيهم في التدريب وفي تطوير المنتجات، ولما يكون عندنا معارض خارجيه متخصصه نقدر نستفيد. يعني اخر نقطه، مش ناويين تراجعوا الارقام 8% فايده وال10؟ لا طبعا هي مش بتاعتي، بس ممكن تدرس. تدرس وهتزيد ولا تقل؟ والله في ظل الظروف اللي احنا فيها دي ممكن تزيد. هتزيد؟ طبعا. الايه؟ الرسوم؟ طبعا 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 طبعا، لان كل حاجه بتزيد. لا هي الفكره في ايه؟ هي الفكره في انه يعني مبادره اللي هي بتاعت البنك المركزي 5% للمشروعات الصغيره والمتوسطه، ومش بيدفعوا رسوم، هنا بيدفعوا 8% زي 10% رسوم. لا الرسوم يا فندم دي الرسوم دي بتاعت المعرض، اللي هو المشارك في المعرض، دي مالهاش دعوه بالقرض. دي مالهاش دعوه بالقرض النهائي. انا اقصد اللي العبء المالي اللي بيتحمله. لا 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 لما حضرتك، لا لما حضرتك تشوفي المشروع نفسه ما تلاقيهوش بيتحمل كل الاعباء دي خالص. انا بشكرك شكرا جزيلا مهندسه اماني غنيم، رئيس الاداره المركزيه للتنميه الاجتماعيه في وزاره التضامن الاجتماعي، شكرا يا فندم على هذا اللقاء. ولكم ايضا مشاهدينا الكرام كل الشكر لحسن المتابعه، تحياتي وتحيات فريق العمل، والى اللقاء.